بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان، ربنا يتقبل منا جميعا إن شاء الله صالح الأعمال بإذن الرحمن، ويتقبل صيامنا جميعا إن شاء الله بإذن الرحمن. هنبدأ في النفرولوجي اللي هو إن شاء الله الجزء، هنعرف يعني النفرولوجي دلوقتي وهنعرف الموضوع ده ماشي إزاي، ولكن أنا عايز أأكد على شوية حاجات. أول حاجة معاكم عمرو رمضان القاضي المحاضر بشركة مفتاح التميز لتأهيل للبورد الأمريكي فارماكوثيرابي، خريج جامعة اسكندرية 2006. والله بإذن الرحمن احنا النهاردة مع بعض هنعرف يعني النفرو بإذن الرحمن، هناخده في محاضرتين بإذن الرحمن. عايز أأكد على حاجة، اللي أنت في سيستم معين لازم أنت تكتبيه في خلال أي محاضرات أو أي حاجة أنت بتذاكرها، لازم بقدر الامكان تكون فاهم انت بتذاكر ايه، حتى معاني المحاضرات هو ايه، هنشوف دلوقتي زي ما احنا ماشيين مع بعض باذن الرحمن. ولكن بدايه كده انا عايز او طالب من حضرتك ثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجه، اما تيجي تذاكر اي مرض تذكروش كمرض، ولكن حول لصوره مريض، ما تقوليش انا بذاكر مرض السكر يا دكتور، لا انا بذاكر مريض السكر. لازم تتخيل شكل انسان بيكلمك وبتكلمه وبتتحدث معاه، بيقول لك انا عندي امراض معينه ولا ما عنديش امراض معينه، ايه الاعراض الحاجات دي كلها. يبقى انت لازم تتخيله شكل انسان قدامك، يبقى احنا مش بنذاكر مرض ولكن احنا بنذاكر مريض. اما اجي اتكلم على نفرولوجي مش بنذاكر مرض الكليتين، ولكن احنا بنذاكر مريض الكليتين يا دكتور. ديت اهم حاجه او اول نقطه انا حابب ان انا اكد عليها. النقطه الثانيه اللي انا حابب اكد عليها، اللي انت لما تيجي تذاكر اي حاجه لازم تعرف الحاله الطبيعيه، او هي في الهيلثي او في النورمال شكله ايه، او نورمال بيرسون شكله ايه، ثم الحاله المرضيه شكلها ايه، ثم ايه التغيرات اللي حصلت ما بينهم عشان نعرف ازاي نتعامل. لو قلت لك احنا بنتكلم دلوقتي على مريض الكليتين تقول لي والله الكليتين طبيعيا كان شكلها ايه، واما اصبحت مريضه اصبحت شكلها ايه، ايه التغيرات اللي حصلت ما بين الاثنين عشان نعرف ازاي نتعامل مع الحاله بطريقه سليمه. النقطه الثالثه الاساسيه برضو عندي، اللي انت ما فيش حاجه اسمها علاج صحيح الا اما يكون عندي ركنين اساسيين عندي. ايه هما يا دكتور؟ الركن الاول اللي انت تكون فاهم الاناتومي والفسيولوجي والجزء التشريحي بتاع العضو اللي انت شغال عليه، او جزء التشريحي بتاع المرض اللي انت شغال عليه، بجانب اللي انت تكون عارف الدواء شغال ازاي اكلينيكيا يا دكتور. يعني انا ما يهمنيش قوي حته الفارما، دايما انا بقول كده الفارما شيء مهم جدا وحاجه كويسه، ولكن مش عايزها الفارما بالصوره بتاعتها، بالصوره الصلبه بتاعتها. ما يهمنيش المضاد الحيوي شغال على رايبوزوما الايه ولا شغال ازاي والحاجات، لا يهمني هو شغال على اي نوع من انواع البكتيريا، هل هو جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، بيوصل للمكان اللي انا تارجت ليه العدوى ولا لا، هل هو بكتيريوستاتيك ولا بكتيريوسايدال، الحاجات دي تهمني. ما يهمنيش بقى التفاصيل الممله الداخليه دي، تهمك او اللي انت تكون عارفها قبل كده، وكفكره الادويه شغاله ازاي، الحاجات دي مهمه ليك. ولكن انا دلوقتي بهتم بايه، احنا دلوقتي كبرنا او في مرحله تانية، مرحله كيفيه وضع خطه علاجيه او كيفيه علاج الامراض، فالموضوع معانا هيكون مختلف شويه. فلازم ان انت تركز على الموضوع بالطريقه الاكلينيكيه، بالطريقه الاكلينيكيه وليس بالطريقه الفارما السوليد او الفارما اللي هي مش اللي انت يعني مش هنستفيد بيها قوي في الايه العمليه العلاجيه. دول ثلاث نقط رئيسيه انا بحب اكد عليهم كل محاضره. ان شاء الله النهارده هنبدا النفرولوجي، وعاوز الكلام اللي احنا بنقوله ده على طريقه الشرح يا دكتور. النهارده احنا ان شاء الله هناخد النفرولوجي. الاول تقول لي يعني ايه نفرو يا دكتور؟ النفرو ديت يعني ايه؟ انا عارف اللي هي بتتعلق بالكليتين، ولكن يعني ايه نفرولوجي يا دكتور؟ قبل ما ندخل في المحاضره قلنا اللي عايزني طلب باذن الرحمن على الفيسبوك، ده الايميل بتاعي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. النيك نيم بتاعي اسمي عمرو رمضان القاضي، الموبايل ده الواتساب او الموبايل الشخصي ومعيش غيره، معايا رقم اتصالات ولكن ده الرقم الاساسي اللي عندي ان شاء الله، وبتاع الواتساب. ان شاء الله باذن الرحمن النهارده هنبدا في الفسيولوجي، سوري اسف، هنبدا في النفرولوجي. ولكن كنا دايما بنقعد ندرس في صيدله ده فسيولوجي ده هيستولوجي ده مش عارف نفرو،
طيب ايه معاني الحاجات ديت يا دكتور، او ايه العلوم ديت يا دكتور؟ لازم ان انت تفهم شويه حاجات رئيسيه. اول حاجه الرينال فسيولوجي، يعني ايه؟ هي العلم او العلوم المختص بالوظيفه. يعني لما اقول لك والله الفسيولوجي اوف ذا رينال او كيدنيز او كده، تقول لي والله يا دكتور يعني وظيفه الكليتين شكلها ايه؟ يبقى ده العلم بتاع المختص بوظيفه الكليتين. اما الرينال هيستولوجي يعني ايه يا دكتور؟ تقول لي والله لا، هيستولوجي معناها ان احنا ده الاستراكشرز بتاع الكليتين شكله ايه تحت الميكروسكوب، احنا بنشوفه ايه، والله ده الكليتين بتتكون من كذا ومن كذا تحت الميكروسكوب، الخلايا بتاعتها شكلها ايه، الحاجات ديت كلها ده العلم مختص بالهيستولوجي. اما كلمه نفرولوجي يا دكتور فهو العلم المختص بالامراض. يبقى اذا لما انا اجي اتكلم دلوقتي على نفرولوجي معناها اللي انا بتكلم على الامراض التي تصيب الكليتين، خلاص. يبقى احنا دلوقتي لما نيجي دلوقتي هنتكلم على نفرولوجي هنتكلم على الامراض التي تصيب الكليتين. ولكن قبل ما تتكلم عن الامراض التي تصيب الكليتين يا دكتور والموضوع ده، لازم الاول تعرف شويه حاجات. لازم تعرف لي الفسيولوجي، يعني الكليتين ديت وهي سليمه بتعمل لي ايه. يعني احنا السيستم بتاع المحاضره هيمشي كالاتي، او الاجنده بتاعتنا هتبقى كالاتي: وظيفه الكليتين شكلها ايه، ثم اما مرضت حصل ايه، وازاي اعرف اللي هي مرضت، وايه التحاليل، وايه الحاجات اللي تخليها تمرض، وايه ازاي اعمل لها بريفنشن. الحاجات دي كلها هتمشي معانا على الترتيب باذن الرحمن. يبقى اول حاجه الرينال فيسيولوجي او الرينال فانكشن بتاعتي بتعمل لي ايه الكليتين، او الكليتين ديت بتعمل لي ايه يا دكتور؟ والله بكل بساطه، بكل بساطه الكليتين ديت، خلي بالك لازم تعرف حاجه، احنا عندنا القلب ده، هو القلب ده وظيفته ايه؟ مش القلب ده وظيفته، القلب انا بتكلم على القلب يا شباب، مش القلب ده وظيفته اللي هو بيضخ الدم لكل اعضاء الجسم، يعني هو بيوزع لي الدم لكل اعضاء الجسم، يعني بيدي للكليتين نصيبه، وبيدي للليفر نصيبه، وبيدي للسبلين نصيبه، والجي اي تي والاسوفيجاس ومش عارف ايه. يبقى اذا القلب هو اللي بيوزع، هو اللي بيوزع لي العيش، تمام كده؟ هو اللي بيلف على البيوت ويودي لكل واحد نصيبه، تمام كده؟ هو ما بيوزعش بالتساوي، ولكن هو بيودي لكل واحد تبع لاحتياجاته واهميته. طب تعرف ان الكليتين ديت بيوصل لها لا يقل عن 25% من نسبه الدم اللي بتطلع من القلب؟ يعني كل الاعضاء بيوصل لها 75%، ولكن الكليتين بس الكليتين بس بيوصل لها 25% نظرا لاهميه الكليتين. يبقى اذا الكليتين بتقوم بوظائف كبيرة جدا جدا، وبالتالي عشان انها عضو حيوي 25% بيوصل للكليتين. بس خلي بالك، زي ما هي ميزة وزي ما هي يرفع من قدر الكليتين اللي هي بتاخد 25% من كمية الدم او واخدة نصيب الاسد، الا انه سلاح ذو حدين. لان لو الدم ده، لو انا واخد دواء معين او واخد او حصل لي توكسيسيتي بحاجه معينه، فاذا نسبه التوكسين او نسبه الدراجز هتوصل 25% الى الكليتين، وبالتالي هيكون اكثر عدوى عند ما هيتاثر. يبقى اذا هو ده بالظبط عامل زي الانسان اللي في موضع مسؤوليه، هو اللي شايل البيت كله او هو اللي ماسك المؤسسه كلها، فهو في موضع مسؤوليه. اي نعم مقامه عالي كانه في موضع مسؤوليه، ولكن اي حاجه هي اللي تقع فوق دماغه. وبالتالي الكليتين، تعالى نتعرف على الكليتين. والله 25%، اذا هي لها وظائف حيويه ولها وظائف هامه، وهي عضو حيوي في الجسم عندنا. هنبدا نتعرف دلوقتي على الكليتين اصلا بتعمل لك ايه يا دكتور، وبتشتغل ازاي يا دكتور. خلي بالك ان الكليتين الوحيده اللي بتتخلص من حاجه اسمها النيتروجينس كومباوند. نيتروجينس كومباوند يعني ايه، او بتيجي منين النيتروجينس كومباوند؟ شيء طبيعي، انت بتاكل بروتين وانا باكل بروتين والناس كلها بتاكل بروتين. البروتينز ديت الاند برودكت بتاعها عباره عن نيتروجينس كومباوند، على راسهم الايه؟ اليوريا. النيتروجينس كومباوند ديت حاجه مضره ولا حاجه صحيحه؟ بستخدمها في حاجات او بنسبه معينه، ولكن لو النسبه عندي زادت بتبدا اللي هي تترسب عندي في الجسم، وبتوصل للمخ، وبتعمل لي غيبوبه، وتاثر على الانسان بطريقه ما. وبالتالي لازم ان احنا نتخلص من الزياده ديت. مين اللي بيتخلص منها يا دكتور؟ انا عندي اليوريا
او الامونيا او النيتروجينس كومباوند عامه مفيش حد بيتخلص منها غير الكليتين، وبالتالي لو انا عندي خلل في الكليتين اذا المواد ديت هتبدا تترسب عندي في الجسم وتبدا تزيد عندي في الجسم وتبدا تحدث لي ايه مشاكل كتيره جدا جدا جدا. دي بتبقى اول حاجه بتخلص من الويست برودكت اللي هم النيتروجينس كومباوندز اللي هي الامونيا واليوريا والحاجات دي. رقم 2 يا دكتور، هي بتشتغل ك بنسميها هيموستاتيك فانكشن. يعني ايه هيموستاتيك؟ يعني اصل الكليتين ديت مش عضو بس بياخد بس وما بيعملش حاجه، او بيعمل له وظيفه على قد الاخدان بتاعه، او بيعمل له وظيفه كرد فعل بس، لا الكليتين ديت بتبدا تساعدني الجسم كله وبتساعدني القلب وبتساعدني كل حاجه عشان يحصل عندك الهيموستاسيس. يعني ايه هيموستاسيس؟ هيموستاسيس بمعنى اللي هو يعمل اكوليبريم ما بين وظائف الجسم المختلفه. يعني عند الضغط منخفض يبدا هو يساعد الضغط بتاعي يكون في الطبيعي، عند الالكترولايت فيها مشكله زي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ومش عارف ايه يبدا يعمل الاكوليبريم. والله لو الكالسيوم عندك عالي يبدا يخلص منه عشان يخليه في النورمال، لو المغنيسيوم عندك منخفض يحاول يحتفظ بيه عشان يخليه لك في النورمال وهكذا. يبقى اذا بيعمل لي هيموستيز. هيموستيز بمعنى اللي هو بيحافظ على الحاله الطبيعيه بتاعت الجسم من الكترولايتس من دم من بلاد بريشر كل الحاجات ديت كلها. يبقى الكليتين بتشارك بشكل حيوي وبشكل اساسي يا دكتور، بتشارك بشكل حيوي وشكل اساسي يا دكتور، بشكل حيوي وشكل اساسي في كذا حاجه يا شباب. اول حاجه اللي هي بتظبط لي الالكترولايتس، ثاني حاجه اللي هي بتعمل لي اسيد بيس بالانس. يعني ايه اسيد بيس بالانس؟ انا مش هشرحها لانها تحتاج الى شرح كبير جدا، ولكن انا هقول لك المختصر بتاعها. يعني ايه اسيد بيس بالانس؟ باختصار شديد انا الجسم بتاعي الدم بتاعي بيكون مش اسيد ولا 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 في نفس الوقت هو بيز. يعني بيبقى ليه بي اتش معينه، البي اتش بتاعتي ديت بتكون من 7.35 الى 7.45 البي اتش بتاعتي، لان لو البي اتش زادت يبقى الجسم يتحول الى صح كده، ولو قلت هيتحول الى اسيدتي، وبالتالي لو الوسط عندي اتغير ناحيه البي اتش المرتفعه او ناحيه البي اتش المنخفضه بيؤدي الى انزيمات الجسم عندي مش بتشتغل، والجسم بيحصل عندي فيه اضطرابات رهيبه جدا ممكن تؤدي الى الدث. وبالتالي مين اللي بيشارك لي في حته الاسيد بيز والحاجات ديت؟ هو الكليتين. يبقى الكليتين بدات تشارك في حته الالكترولايت تظبطها لي، لان لو الالكترولايت مش متظبطه القلب هيتاثر، بتبدا تظبط لي الاسيد بيز عشان الجسم ما يتاثرش، وبتبدا تظبط لي البلاد بريشر عن طريق ميكانيزم هنبدا ان شاء الله اللي احنا نتطرق له اللي هو عن طريق الرينال انجيوتنسين كونفرتنج انزايم، هنبدا اللي احنا ان شاء الله بعد فتره ممكن المحاضره الجايه نبدا ان شاء الله نبدا الوظيفه الثالثه. الكليتين بتبدا هي كمان تفريز الهرمونز، لان الكليتين ده يا جماعه قلنا عضو ايه حيوي جدا. طيب ايه الهرمونز ديت يا دكتور؟ بتفرز لك حاجه اسمها الكالسترول وحاجه اسمها الاريثروبيوتين وحاجه اسمها الرينين. الكالسترول ده اللي هو الايه؟ اللي هو الاكتيف كونستيتوانت اوف فيتامين د. طيب ايه دوره يا دكتور؟ تقول لي والله دور فيتامين د ده عشان امتصاص الكالسيوم. لا، هو ايه علاقه الكالسيوم بفيتامين د يا دكتور؟ دايما بنسمع اللي يقول لك والله خد كالسيوم وفيتامين د او خد فيتامين د عشان يمتص الكالسيوم. اصل خلي بالك، اصل انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. انت عندك ريسبتورز عندك موجوده عندك في الجي اي تي او موجوده عندك في الانتستين. الريسبتورز ديت ريسبتور كالسيوم، مش انا عندي الاكل اما بيدخل. يا جماعه انت لازم تكون فاهم اناتومي كويس جدا، فاهم الجسم ده بيشتغل ازاي. انا عندي الاكل دلوقتي بينزل من الفم بيوصل عندي للاسوفيجاس ثم الجي اي تي، صح كده؟ الجي اي تي بنقول هي موضع هضم يا دكتور، ثم الاكل يتهضم كويس في الجي اي تي ثم يروح عندك السمول انتستين واللارج انتستين اللي بتبدا تعصر وتمتص، موضع امتصاص عشان يروح فين؟ يروح بقى للدم بقى عشان يقوم بوظيفته، صح كده؟ طيب انا عندي في الانتستين ديت في عندي ريسبتورز لامتصاص الكالسيوم، في عندي ريسبتورز مسؤوله عن امتصاص الكالسيوم. الريسبتورز ديت مش بتشتغل الا في وجود الكالسترول يا شباب. يبقى اذا عشان الكالسيوم يمتص الزامي لازم يكون في عندك فيتامين د، او الزامي لازم يكون عندك الكالسترول عشان الكالسيوم ايه يمتص. مين اللي بيفرز لك الكالسترول ده يا دكتور؟ الكليتين. يبقى الكليتين بتفرز لك الاكتيف كونستيتوانت اوف فيتامين د اللي هو ما يسمى بالكالسترول. ده اول انزيم او اول هرمون.
تاني هرمون معايا حاجه اسمها الاريثروبيوتين. الاريثروبيوتين ده يا دكتور بيعمل لي ايه يا دكتور؟ والله الاريثروبيوتين ده من الحاجات اصلا هرمونز المسؤوله عن تكوين البلاد بليتس، اسف، عن تكوين بلاد سيلز، تكوين كرات الدم الحمراء. ليه؟ الكليتين ديت تقوم تفرز لك الاريثروبيوتين اللي هو الهرمون اللي بيروح عندك للبون مارو اللي هو نخاع العظام، عشان يقول لنخاع العظام طلع لي ريد بلاد سيلز. طب هو الكليتين بيفرز لي الاريثروبيوتين عمال على بطال؟ لا طبعا مش بتفرزه عمال على بطال كده، ولكن ليه وقت معين وليه وظيفه معينه. بمعنى ايه الكلام ده يا دكتور؟ هو انا دلوقتي لو رجعنا كده لتكوين الريد بلاد سيلز، الريد بلاد سيلز دي بتتكون من ايه؟ او الهيموجلوبين ده عباره عن ايه؟ مش الهيموجلوبين ده بنسميه اكسجين كارير؟ ها؟ لا انا، انتوا سامعيني يا شباب ومركزين معايا؟ طيب يبقى تاني حاجه يا شباب نرجع بقى، يبقى انا عندي الكليتين عندي بتفرز لي الكالسيترول، وقلنا الكالسيترول بتشتغل ازاي؟ رقم اتنين بتفرز لي هرمونات حاجه اسمها الاريثروبيوتين. الاريثروبيوتين ده يا شباب قلنا هو اللي بيطلع عندك او بيطلع عندك من الكليتين عشان يروح للبول مارو، يقول للبول مارو طلعي لي ايه؟ ريد بلاد سيلز، طلع لي كرات دم حمراء. ولكن امتى بيطلع يا دكتور؟ لازم تفهم امتى بيطلع، لان قضيه مهمه جدا. نرجع لموضوع الريد بلاد سيلز. الريد بلاد سيلز ديت او الهيموجلوبين، الهيموجلوبين هو عباره عن ايه؟ ده بنسميه الاكسجين كارير، هو اللي بيشيل لي الايه؟ الاكسجين، تمام كده؟ يبقى الهيموجلوبين هو بيشيل الاكسجين. طب الهيموجلوبين ده موجود فين؟ موجود داخل كرات الدم الحمراء. يبقى انا عندي الهيموجلوبين اللي موجود داخل كرات الدم الحمراء هو شايل اكسجين، تمام كده؟ وبيبدا عند الدم ده يتوزع على اعضاء الجسم المختلفه، ممتاز. ليه؟ عشان الدم ده هيمد الاعضاء ديت بالغذاء وهيمدها بالايه؟ بالاكسجين. طيب لو انا عندي الاتش بي ده قل، ده معناه ايه؟ لو الاتش بي ده قل عن الطبيعي معناه ايه؟ معناه ان الاكسجين اللي بيوصل للاعضاء قل عن الطبيعي، ممتاز. الاعضاء هيحصل لها ايه؟ هتتخنق، صح ولا لا؟ يبقى الاعضاء هتتخنق، عشان كده احنا دايما بن ايه؟ يعني عندنا استهتار شويه بموضوع الانيميا، على الرغم ان موضوع الانيميا ده موضوع خطير جدا جدا جدا، يعني احنا بنتعامل مع الانيميا كانها شويه انفلونزا، ولكن هو موضوع واضح تمام. طيب ايه علاقه الاريثروبيوتين بالانيميا والاتش بي والحاجات ديت؟ اصل خلي بالك من حاجه مهمه، الاريثروبيوتين الكليتين مش بتطلعه الا هتحس اللي فيه عندك هيبوكسيا. هيبوكسيا يعني ايه؟ يعني في عندك نقص من الاكسجين. يبقى انا عندي اول ما بيحصل عندك هيبوكسيا تقوم الكليتين تطلع لك اريثروبيوتين عشان الاريثروبيوتين يروح يطلع لك ريد بلاد سيلز. طب هي الكليتين عرفت ازاي يا دكتور؟ تقول لي والله اصل معنى الهيبوكسيا معناه ان الاتش بي بتاعك قليل. ليه؟ لان الاتش بي هو اللي بيشيل ايه؟ هو اللي بيشيل الاكسجين، وبناء عليه على طول الكليتين بتبدا تتعامل وبتبدا تطلع لك الاريثروبيوتين. طيب الهرمون الثالث اللي هو الرينين. الرينين ده انا مش هدخل فيه كتير، ولكن الرينين ده من ضمن الهرمونات اللي بتبدا الكليتين برضو تطلعها لي. طيب الهرمونات اللي الكليتين ديت بتطلعها الرينين ده بيطلع امتى اصلا؟ او الرينين ده بيعمل لي ايه؟ خلي بالك اما حصل هايبوكسيا اتخنقت، ما الكليتين، اصل الكليتين بيوصل لها يا دكتوره دعاء كميه 25% من الدم. اما بيحصل نقص للاكسجين في كميه ال 25% من الدم، يعني انا مثلا لو انت معاكي 10 جنيه، ال 10 جنيه ديت، ال 10 جنيه ديت عطيت لك 10 جنيه، طيب عطيت للي جنبك 1000 جنيه، تمام كده؟ عطيته 1000 جنيه ورحت واخد من ال 1000 جنيه 500 جنيه، هيحس اللي هو نقص من معاه 500 جنيه، اما انا عطيتك 10 جنيه بس خدت من ال 10 جنيه، 10 جنيه ده ربع جنيه. هتحس اللي هو بلا قيمه اصلا، صح ولا لا؟ اما لما اكون بديكي 1000 جنيه ورحت واخد منهم 500 جنيه، طبعا انت هتحس بالفرق، فالكليتين بتوصل لها 25% من الدم. فال 25% من الدم ده لو نقص فيهم اكسجين هينقص بكميه كبيره، فالكليتين هتبدا تشعر بيه، بعكس اي عضو صغير موجود عندي في جسمنا لو وصلوا كميه صغيره من الدم، لو قل شويه، لو قل شويه كميه الاكسجين، ها؟ مش هيحس بيهم يا جماعه، وبالتالي الكليتين هي اللي بتتعامل مع الموضوع ده.
طيب ممتاز. طيب النقطة الثالثة إن الكليتين عندي بتبدأ تفرز لي حاجة اسمها الرينين. الرينين ده يا دكتور بيعمل لي إيه أصلا يا دكتور؟ ده بيتفرز برضو الرينين. الرينين بيتفرز يا شباب أما بيحصل عندك ما يسمى بالهايبوتنشن. يعني أول ما بيحصل عندك هايبوتنشن يقوم الرينين عندك يتفرز. طيب هو الرينين ده بيتفرز ليه أصلا يا دكتور؟ قال لك اصل الكبد، نركز الله يخليك، انا معلش ما جبتش الصوره بتاعتها، انا ما كنتش عاوز اشرحها اصلا. اصل الكبد بيطلع لك ماده حاجه اسمها البري انجيوتنسينوجين، يبقى الكبد بيطلع ماده اسمها ايه؟ ها؟ الكبد بيطلع ماده اسمها ايه؟ البري انجيوتنسينوجين، تمام كده؟ طيب الكبد ده بيفرز هالي عندي على مدار اليوم ماشي عندي دم اصلا ملهاش اي وظيفه، ملهاش اي وظيفه خالص، يبقى الماده اللي بتطلعها لي الكبد اللي هي البري انجوتنسينوجين ديت ملهاش اي وظيفه في حاله غياب الرينين. يبقى الكبد بيطلع لي ماده ماشيه عندي في الدم اسمها البري انجوتنسينوجين ملهاش اي وظيفه في غياب الايه؟ الرينين. طيب اما الرينين بيطلع بيعمل لك ايه؟ بيحول لك البري انجوتنسينوجين الانجوتنسين 1، ثم الانجوتنسين 1 بيتحول الى الانجوتنسين 2، واول الانجوتنسين 2 ما بيتكون يا دكتور بيقوم يرفع لك الضغط، مش هدخل في تفاصيله بيرفع الضغط ازاي، بس بيقوم يرفع لك الضغط. طيب الرينين ده امتى بيتفرز يا دكتور؟ اما بيحصل ايه؟ هايبوتنشن. يبقى انت اول ما بيحصل هايبوتنشن الكليتين عايزه ترفع الضغط، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تطلع الرينين. الرينين ده بيعمل لك ايه؟ بيروح للماده اللي ملهاش اي لازمه وملهاش اي رول في غياب الرينين اللي احنا بنسميها البري انجوتنسينوجين اللي بيطلعها مين؟ الليفر. ثم الماده دي يقوم الرينين يحولها لي الى انجوتنسين 1، ثم انجوتنسين 1 بيتحول الى انجوتنسين 2 اللي بيبدا يرفع لي الضغط تاني. نركز، احنا قلنا ده وظيفه الكليتين ايه يا دكتور؟ بتبدا تتخلص من المواد الكومباوندز، بتبدا تعمل لي هيموستاسيس، بتبدا تطلع لي هرمونز مهمه جدا كالكالسيترول والاريثروبيوتين والرينين. دي يا جماعه وظيفه الكليتين بشويه اختصار. طيب الكليتين ديت بتشتغل ازاي؟ الكليتين ديت بتشتغل ازاي؟ اول حاجه خلي بالك مين اللي بيوزع الدم؟ القلب. مين اللي بيوزع الدم؟ القلب. القلب هو اللي بيودي الدم لكل اعضاء الجسم. ممتاز. طيب طالما القلب هو اللي بيودي، طيب القلب بيودي له في ايه؟ بيودي له في توك توك، بيودي له العيش بتاعه في توك توك ولا في تاكسي ولا في ايه بالظبط؟ لا، بيودي له الدم في حاجه اسمها شرايين، تمام كده؟ يبقى القلب ده المخزن الرئيسي بتاعي، هو اللي بيوزع، ده المركز الرئيسي يا جماعه. الدم يتجمع يروح للقلب عن طريق حاجه اسمها الفينز. يبقى انا عندي الاورده او الفينز بتجمع الدم كله يروح عند للقلب، ثم القلب يوزع الدم عن طريق حاجه اسمها الارتريز اللي هي الشرايين. يبقى اذا اي دم يطلع من القلب، يطلع من القلب لازم يطلع في خلال الارتريز، واي دم يروح للقلب لازم يروح له من خلال الاورده او الفينز، وبالتالي اي عضو في جسمنا لازم يروح له ايه؟ ارتري، صح ولا لا؟ اي عضو في جسمنا يا شباب لازم يكون واصل له ارتري وطالع منه بين الارتري عشان يغذيه ويديله الدم يغذيه، والبين عشان يجمع الدم بعد ما العضو ده اتغذى عليه يبدا يرجعه تاني للايه؟ للقلب. تاني، يبقى اي عضو في جسمنا مش الكليتين بس، لازم يوصل لها ارتري يغذيها، ثم بعد ما تاخد الغذاء او ثم بعد العضو ده ما ياخد الغذاء من الدم ده يقوم يطلع الدم الغير اللي ما فيهش غذاء، هيوديه فين؟ هيوديه تاني لمين؟ للقلب. يبقى هيوديه عن طريق ايه؟ عن طريق فين، تمام كده؟ يبقى ناخد دوره مصغره يا جماعه، انا بشرح في حاجات اساسيات يا جماعه، ايوه بشرح في حاجات اساسيات، ما يعني الموضوع الاساسي لسه ما دخلناش فيه. تمام. يبقى انا دلوقتي اتفقنا ان اي عضو في جسمنا لازم يروح له دم من القلب. طيب هيروح له دم من القلب عن طريق ما يسمى بالارتريس. طيب عشان ايه الدم ده؟ الدم ده بيغذى العضو. طيب بعد الدم ده او بعد العضو ده ما يتغذى هيطلع الدم اللي ما فيهش غذاء وما فيهش اكسجين، هيروح فين؟ هيروح تاني للقلب. يبقى هيروح للقلب عن طريق الفينز، تمام كده؟ طيب يبقى انا عندي
في عنده شريان جاي منين؟ جاي من القلب، شايل الدم اللي فيه الغذاء، هيروح يبدأ يدخل عندك الكليتين. يبقى انا عند الكليتين لازم يخشها ارتري بالدم اللي فيه غذاء عشان يغذيه. ثم بعد الكليتين ما تاخد الغذاء ده تبدأ تتخلص من الدم ده عن طريق اورده او الرينال فين. الرينال فينز اللي هتبدأ تروح لايه؟ للاورده اللي رايحه عند الفين؟ للقلب. ممتاز جدا يا دكتور، نعدي. بس خلي بالك من حاجه، الارتري اللي داخل اللي انتوا شايفينه بالاحمر ده، الارتري اللي داخل الكليتين ده مش هو جاي من القلب؟ جاي من القلب، ممتاز. الارتري اللي داخل الكليتين ده مش يعني ما فيش حاجه اسمها يدخل هو لوحده. بمعنى ايه؟ ان الارتري ده لو هو واحد يبدا يتفرع لاثنين، والاثنين يطلعوا لاربعه، والاربعه يتفرعوا لثمانيه، والثمانيه يتفرعوا ل 16، ل 32، ل 64، وهكذا، بحيث يعمل لي سيرفيس اريا عاليه جدا جدا جدا. يبقى هو كان ارتري واحد، اول ما بيخش عندك الكليتين يبدا يتفرع الى ارتريولز كتيره جدا جدا جدا، قد تصل الى 750 الف او مليون ارتريولز. ليه؟ عشان يوصل للجميع حته في الكليتين. وعشان حاجه كمان هنبدا نفهمها بعدين، تمام كده؟ يبقى انا عندي الارتري اللي بيخش عندك الكليتين بيبدا ايه؟ يتحول عندك الى ارتريولز، والارتريولز يتحول الى ارتريولز ثم الارتريولز، بحيث الارتري الواحد اللي كان داخل الكليتين يتحول في النهايه ممكن الى مليون ارتريول عندي موجودين عندك في الكليتين، عشان يوصل لجميع حته موجوده عندك في الكليتين. ممتاز. طيب هي الكليتين ديت وظيفتها ايه؟ مش وظيفتها الفلتره؟ نرجع للصوره الثانيه ديت، معلش. مش احنا قلنا الكليتين عندك هيخش لها ايه؟ سوريان، يبدا يديها الدم عشان الدم ايه؟ بالغذاء. يبقى الكليتين تاخد الغذاء، وبعد ما تاخد الغذاء تعمل ايه؟ الكليتين هتودي الدم تاني عن طريق فينز الى القلب. ممتاز. بس خلي بالك احنا قلنا الكليتين بتتخلص من حاجه اسمها الويست برودكت. الويست برودكت اللي هو اليورين بتاعي او الفلترت بتاعي اللي هو عباره عن اليورين، تمام كده؟ يبقى بالتالي الكليتين داخلها سوريان وطالع منها وريد رايح واخد الدم الغير اللي ما فيهش غذاء يوداني للقلب، عشان القلب يحط فيه اكسجين ويبدا يرده تاني للكليتين. وفي عندي حاجه كمان بتطلع من الكليتين حاجه اسمها اليوريتر او الايه؟ الحالب. يبقى اذا الكليتين كده نتخيل اللي هي داخل سوريان وطالع منها يوريتر وطالع منها ايه؟ دهن. ممتاز. نخش بعد كده اهوت يا جماعه زي الصوره اللي هي هنا ديت بالظبط. عندك ارتري جاي منين؟ من القلب. ده الايه؟ الكليتين. اتفقنا ان الارتري ده مش هيخش واحد بس، ده هيتوزع داخل الكليتين الى مليون ارتريولز عشان يوصل للجميع حته في الكليتين، وعشان وظيفه ثانيه هنفهمها بعدين. وبيطلع عندك فينز، الفينز ده بياخد الدم خلاص اللي الكليتين اخذت الغذاء منه عشان نوديه تاني للقلب، عشان القلب يوديه تاني للايه؟ لجميع اعضاء الجسم من ضمنها الكليتين. ويطلع عندك حاجه اسمها اليوريتر، هو الحالب اللي بيروح فيه اليورين، بيروح عندك ثم بيطلع في هيئه الايه؟ اليوريثرا او اليورينيشن اللي احنا هنبدا برضو نتكلم عليه. طيب يا دكتور، طالما الكليتين حاجه حيويه كده تشتغل بالادوار ديت كلها، لو حصل خلل في الكليتين ايه اللي ممكن يحصل؟ مش الكليتين بتاخد الدم ده عشان تفلتره وتتخلص من المواد الويست برودها، وكمان بتفرز لك هرمونات زي الكالسيترول ومش والاريثروبيوتين والرينين والحاجات ديت كلها. طيب يا دكتور، لو تخيلنا كده ان الكليتين ديت حصل فيها كومبليكيشن او حصل فيها خلل، الخلل ده اصلا اعرفه ازاي على المريض؟ يعني امتى المريض يجي لي اقول له والله خلي بالك انا شاكك في الكليتين، الكليتين بتاعتك مش مظبوطه؟ الحاجات ديت هنبدا نتعرف عليها. اول حاجه بنبدا نتوقع ان الكليتين مش مظبوطه، اول حاجه حاجه بنسميها فلويد اوفرلود. يعني ايه فلويد اوفرلود؟ خلي بالك اللي انت عندك، عندك ويست برودكت بتبدا تطلع منين؟ اللي هو اليوريتر بيبدا يطلع لك ايه؟ يطلع الميه. اليورينيشن يا جماعه، مش اليورينيشن ده طالع منين؟ اليورين ده طالع منين؟ مش طالع عندك من الكليتين؟ مش الكليتين هي اللي فلترته وطلعت الويست برودكت والمواد اللي مش كويسه والحاجات ديت كلها، طلعتها عن طريق اليوريتر للبلادر ثم اليورينيشن او اليورين. يبقى اذا لو الكليتين عندي فيها مشكله، مش كل كميه اليورين هتطلع، وبالتالي هيبدا يحصل عندك مشكلتين. ايه المشكلتين دلوقتي يا دكتور؟
اول حاجه هتبدا تحصل ان المواد الضاره زي الامونيا واليوريا والحاجات ديت كلها هتبدا تتجمع عندك في الجسم، واتفقنا ان المواد ديت ممكن توصل عندك للسي ان اس وتؤدي الى كوما غير مشاكل تانية كتيره جدا. زائد والله ده الكليتين هتبدا تحتفظ بقى بالميه، مش انت بتشرب ميه بتبدا تطلع عن طريق اليورين وعن طريق العرق، بس اليورين بيطلع الاكتر صح؟ يبقى اذا الميه هتبدا تحتفظ عند جسمنا، هتشرب ميه والميه مش بتطلع، اما تشرب ميه والميه مش بتطلع هتبدا تتراكم تحت الجلد صح ولا لا؟ تبدا تحصل لك عندك اديمه. مش هيبدا يحصل عندك اديمه؟ هيبدا يحصل عندك اديمه نتيجه الميه احنا ما خلصناش منها. مش هيبدا عندك الكليتين تفرز لك الكالسترول، وبالتالي مش هيمتص عندك الكالسيوم، الكليتين العظم عندك هيحصل مشاكل، هيحصل عندك الاوستيوبوروسيس مثلا، هيحصل عندك انيميا شديده نتيجه ما فيش اريثروكيوتين، هيحصل عندك ما يسمى ب هايبوتنشن. كده يا جماعه لو واحد عنده سيفير هايبوتنشن او الهايبوتنشن عنده مستمر مش بيعلى، احنا بنشك في الكليتين والله. ويا سلام بقى لو هايبوتنشن وشويه اديمه، خلاص الموضوع يا جماعه بينصب 90% او اكتر ناحيه الكليتين. ليه؟ لان احنا عرفنا ان الكليتين بتفرز لك الرينين اللي هو بيعمل لك هيموستاسيس للايه؟ للبلاد بريشر. وبالتالي لو انا عندي الجسم باستمرار عنده هايبوتنشن، طالما عنده هايبوتنشن يبقى الكليتين مش بتطلع لي رينين يا شباب، وطالما الكليتين مش بتطلع لك رينين يبقى بالتالي هيفضل عندك المريض وضعية الهايبوتنشن، وبناء عليه بقى بشك في الكليتين. عشان كده لو واحد يا جماعه هايبوتنشن باستمرار ما تستبعدش الكليتين، لازم بنعمل تحليل كليتين نشوف الكليتين فيها ايه، لان الكليتين حاجه رئيسيه اللي هي تعمل لي هيموستاسيس للبلاد بريشر تظبطه لي يا جماعه. فموضوع الهايبوتنشن موضوع مش بسيط. لو واحد عنده انيميا ما يسمى، بس انا مش عاوز اخش في مواضيع يعني، لان احنا هناخد الانيميا بعد كده اللي معتمده على مشاكل الكليتين في المحاضره الجايه. ولكن انا يبقى من ضمن الحاجات اللي ابدا اشك فيها في الكليتين، اول حاجه اللي في عندك اديمه. والله عرفنا الاديمه ازاي، ما فيش عندك يورين بيطلع او اليورين مش بيطلع بالكميه الكافيه، وبالتالي الميه بتحتفظ بيها في الجسم، الميه دي طبعا بتحتفظ عندك بيها في الجسم بترفع لك الضغط في الفينز، فبتبدا ترشح الفين فيبدا ما يسمى بالايه الاديمه. ولازم هتكلم عن الاديمه بالصور دلوقتي، لازم تركز فيها دي اول حاجه. ثاني حاجه قلت لك لو المريض عندك عنده هايبوتنشن باستمرار ممكن اشك في الكليتين، وعرفنا السبب ايه. لو المريض عنده مشكله في اسنانه، الاسنان بتاعته بتقع والعظم بتاعه بيوجعه وحاجات من دي، بنبدا نشك في الكليتين اللي هو مش بيستفيد بالكالسيوم يا شباب، بنبدا برضه نشك في الايه؟ في الكليتين. يبقى انت تشوف ايه وظائف الكليتين اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتخلص من الويست برودكت في هيئه يورين، يبقى هيبدا مش هنتخلص منها، يبقى الدم الميه هتزيد عندك في الجسم، هيبدا يحصل عندك الاديمه، هيبدا عندك اليوريا والامونيا ترتفع عندك في الجسم، فممكن تؤدي الى انكونشسنس، هو مش فايق مش رايق، اصل المواد ديت ممكن تؤدي الى كوما، ممكن تؤدي الى المزاج بتاعه مش رايق يا جماعه. النقطه الثالثه تشوف هو بيعمل لي ريجيوليشن للبلاد بريشر، ممكن لو ستيل عندك هايبوتنشن يبقى بنبدا نشك في الكليتين، كالسترول مش بيتفرز يبقى الكالسيوم مش بيمتص، يبقى اوستيوبوروس بنبدا نشك في الكليتين، الرينو والاريثروبيتين انيميا مستمره معاه بنبدا نشك في الكليتين. الحاجات ديت كلها من ضمن الحاجات اللي انت لازم تاخد ايه بالك منها. يبقى اول حاجه لو في عندك اديمه او هايبوتنشن، او لو عملنا تحليل الكترولايت مش مظبوط، عملت الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم لقيتهم يا جماعه مش في النورمال بتاعهم، مين المسؤول عن الهيموستاسيس يا جماعه؟ كلمه هيموستاسيس يعني بتظبط لك كل حاجه في الجسم، هو الكليتين بتعمل لك ده، بتعمل لك هيموستاسيس للبلاد بريشر، يعني بتعمل لي ايكوليبريم للبلاد بريشر، بتخليه عندك في النورمال. فلو في مشاكل بالانخفاض يبقى مشكله عندك كليتين، بتعمل لك هيموستاسيس للالكترولايت اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحاجات ديت كلها والفوسفيت والحاجات ديت، لو فيهم مشكله بنبدا نشك عندك في الكليتين، بتعمل لك هيموستاسيس للبطن، لو الدم عندك او الانيميا عندك قليله بنبدا نشك في الكليتين وهكذا. يبقى اذا الحاجات ديت كلها بنبدا نشك في الكليتين. ولكن اول حاجه الاديمه، يعني ايه اديمه؟ ولازم تركز فيها يا شباب، اديمه يعني عندك الميه، انتوا عارفين ازازه الميه اللي بنقول عليها ازازه ميه مشبره، مشبره يعني ايه؟ يعني لما تطلعها من الثلاجه كده تلاقيها ايه؟ رشحت، رشحت يعني فيها ميه حواليها، هي ديت الاديمه. طيب الازازه الميه ديت رشحت نتيجه ايه؟ نتيجه ان الضغط زاد داخل الازازه فبدات ترشح من بره الميه اللي احنا شايفينها دي. كذلك الاديمه
انا عندي فيه الميه ديت اصلا موجوده في البلاط فيزلز، صح ولا لا؟ مش هي موجوده في البلاط فيزلز، مش موجوده تحت الجلد، هي موجوده في البلاط فيزلز، ولكن اما الكليتين ما اتخلصتش من الميه ديت، فبدا الميه عندي او البلاط فيزلز ديت تتملى بالميه كتير، فبدا الضغط فيها يزيد. اما الضغط فيها بدا يزيد فبدات ترشح، فبدا يحصل عندك اديما. الاديما دي تعرفها ازاي يا دكتور؟ اللي انت بتدوس بصبعك كده في الرجلين زي ما هو شايف، شايفين هو صبعه هنا اهوت، تمام كده، ثم شال صبعه وصبعه بعد ما داس، فبيفضل عندك الحفره ديت بتفضل عندك ممكن حوالي 30 ثانيه ولا حاجه او اقل، لغايه ما بترجع للطبيعه بتاعتها، بنقول على طول اللي فيه عندك اديما. بس خلي بالك عشان النقطه ديت كلينيكال قوي، والنقطه ديت مهمه قوي 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 يا شباب، نفرق ما بين الإديمة ومرض خطير جدا جدا، حاجه بنسميه الدي في تي. الدي في تي حاجه اسمها ديب فينوس ثرومبوسيس، اللي هو ايه يا دكتور؟ خلي بالك من حاجه، اللي قدامي ده لو انا دوست، لو انا دوست على الحته المحمره ديت يا شباب، ها، لو انا دوست على الحته المحمره دي يا شباب، صبعي هيهرس لجوه، صح ولا لا؟ لان في عنده إديمة موجوده زي الإديمة بالظبط. يعني انا لو شلت صبعي هيحصل عندك نفس الصوره اللي فاتت ديت، بس الصوره ديت قلت لك إديمة، بس الصوره الثانيه ديت هقول لك مش إديمة يا دكتور. اصل انا عاوز افرق ما بين حاجتين، حاجه اسمها الدي في تي وحاجه اسمها إديمة. ايه الفرق ما بين الاثنين يا دكتور؟ لو سمحت ارجع بظهرك لورا كده، امسك القلم واكتب من اول الصف. ان الإديمة بتكون يونيلاترال ولا باي لاترال يا دكتور؟ يعني ايه يونيلاترال ولا باي لاترال؟ يعني بتكون في الاثنين ولا في واحده بس؟ طبعا لازم تكون في الاثنين، مفيش حاجه اسمها اديمه في رجل والرجل ما فيهاش اديمه. طالما في عندي خلل في الكليتين يبقى اذا عندي في اديمه موجوده في الرجلين، ده ودي موجود فيها، يبقى انا عندي الاديمه بتحصل عندك باي لاترال يا دكتور. اما الدي بي تي 99.9999999% بتحصل في رجل واحده بس. هو ايه الدي في تي ده يا دكتور؟ الدي في تي بنسميها ديب فينوس ثرومبوسيس. بمعنى ايه؟ خلي بالك ان الكارديو اساس العلوم، اللي ما يفهمش كارديو للاسف كل حاجه بتقف معاه. وعشان كده احنا انا بدات السنه اللي فاتت اللي احنا عطينا الايه؟ عطينا الكارديو، اعطينا اساسيات الكارديو يا شباب، والحاجات دي انا شرحتها في الكارديو، يبقى دعوا للمحاضرات ديت فين؟ في الكارديو. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه، ان الدوره الدمويه ديت بتمشي في اتجاه واحد بس. انا عندي السنتر عند القلب، في عندي فينز بتاخد الدم توصله للقلب، والقلب بيضخ الدم الى الشرايين، الشرايين تاخد الدم توصله للاعضاء المختلفه، الاعضاء المختلفه تاخد الغذاء من الدم ثم تطلعه في الفينز، تطلع الدم اللي من غير غذاء من الفينز، الفينز ياخد الدم يوصله للقلب، وهكذا دوره مستمره ماشيه في اتجاه واحد يا شباب. الدم مش رايح جاي، ما فيش حاجه اسمها في نفس البلاد فيزلز الدم رايح جاي، لا هو وان واي ماشي في اتجاه واحد بس. واللي بيحافظ لي اللي هو يمشي في اتجاه واحد، ان البلاد فيزلز بيبقى فيها ايه؟ فالف، بيبقى فيها فالفات، كل 2 سم كده تلاقي فيه فالف بينطر الدم عندك لقدام، بيساعد اللي هو لقدام ما يرجعش تاني لايه؟ لورا، او يرجع بيقفل الفالف ده، يبقى على طول الفالف ديت بتعمل لي الدم لقدام بتمشيه ايه؟ بتزقه لقدام على طول باستمرار في اتجاه الايه؟ في اتجاه القلب. ممتاز. الديب فينس ثرومبوسيس يعني ايه؟ الديب فينس ثرومبوسيس معناها اللي تكون عندك ثرومبس، ثرومبس يعني تكون عندك كلوت. الكلوت دي اتكونت في البلاد فيزلز فبتخنق البلاد فيزلز، تمام كده؟ اما بتخنق البلاد فيزلز فبترفع الضغط الداخل البلاد فيزلز، صح ولا لا؟ هو لما يكون عندي وريد، الوريد ده المفروض بياخد الدم يوديه للقلب، لو انت الوريد ده فيه كلكيعه يا جماعه، فيه كلكيعه بمعنى فيه انسداد، الدم هيوصل لغايه الانسداد ده ويقف، الدم يوصل لغايه الانسداد ده ويقف، وبالتالي الدم ده هيعمل ايه؟ هيزيد في المنطقه ديت، فيرفع لك البلاد في قلب المنطقه ديت، فتقوم ترشح. فيقوم يحصل لك برضه اديمه، بس الاديمه اللي هنا بنسميها ديوتو كلوت او ديوتو ثرومبوسس. خلي بالك انا قلت قبل كده في الكارديو ان الكلوت اللي بتتكون هي اسمها واحد يا جماعه. الكلوت اللي بتتكون او الكركيعه او الانسداد ديت هي حاجه واحده. لو كونت في الفين بنسميها ثرومبس. عشان كده احنا ديب ثرومبوسيس ديت ثرومبوس يا جماعه.
وانس اللي هي اتحركت بنسميها امبولس، هي نفسه بس اتحركت، يبقى الامبولس عباره عن ثرومبس بس متحركه. ونفس الكلوت ديت لو اتكونت في الشرايين اللي بتغذي القلب اللي هي الكوروناري ارتري بنسميها انجينا اور ام اي حسب الدرجه، ولو اتكونت السيريبرال ارتري اللي رايح للمخ بنسميها السكته الدماغيه او الستروك. تمام كده؟ طيب عاوز توصل ليه يا دكتور؟ مش كل إديمة يكون ناتجه عن خلل في الكليتين. لو الإديمة ديت يا دكتور يونيلاتيرال في رجل واحده بس، خلي بالك ده ممكن تكون حاجه خطيره جدا اللي هي الديب فينا ثرومبوسيس، تكون ناتجه عن وجود بس موجوده يا جماعه، فلازم على طول يروح يعمل لي اكس راي على الرجل ديت. يبقى انت لو لقيتها في رجل واحده في عندك إديمة وفي عندك احمرار وممكن يكون في عندك بين بس في رجل واحده، رجله ديت سليمه يا شباب. ناخد صوره ثانيه يبقى ديت دي فينا ثرومبوسس، هنا هيت شايفين في عندك إديمة موجوده هيت، بس ديت ما فيهاش إديمة هيت صح. يبقى طالما يوني لاترال يبقى دي فينا ثرومبوس، اما لو باي لاترال بنشك على طول ان ديت على طول ناتجه عن الكليتين. ثاني حاجه وديت ممكن ما تلاحظهاش قوي، اللي كميه اليورين اللي بتطلع منك يوميا او بتطلع من المريض يوميا قليله جدا. الانيوريك يعني ما فيش عندك يورين بيطلع او قليل جدا. فبيجي لك المريض يقول لك والله يا دكتور انا اليورين عندي اللي بيطلع الكميه قليله جدا، انا حاسس بانسداد موجود، حاسس بانسداد موجود. على طول بنشك اللي ايه، في عندي خلل في الكليتين او الكميه قليله اللي هو اليوريك، يبقى انا عندي برضو مشكله في تمام كده. يبقى امتى نشك في الكليتين؟ عرفنا امتى نشك في الكليتين. حد عنده مشكله دلوقتي يا شباب؟ حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ تمام جدا. طيب يبقى احنا عرفنا كده بالنظر كده نشك في الكليتين انت. اما لقينا الاديمه، اما لقينا كميه اليورين اللي المريض بيشتمها بيقول والله كميه اليورين معاها قليله، ببدا اشك على طول في عندي مشكله في الكليتين، في عندي هايبوتنشن موجود، ببدا اشك في الكليتين. مش رايق المريض بتاعك انكونشسنس، مش رايق نتيجه ارتفاع الامونيا او النيتروجينس كومباوند، ببدا اشك في الكليتين. ولو في اكتر من واحده مع المريض بنبدا على طول نشك في الكليتين. الحاجات ديت كلها لازم اللي انت تركز عليها عشان الحاجات ديت مهمه. طيب ايه الحاجات التي تؤدي الى خلل الكليتين؟ انا بتكلم دلوقتي ايه الريسك فاكتور التي تؤدي الى خلل الكليتين. يعني واحد يا جماعه عمال يرجع باستمرار يرجع باستمرار، او عنده اسهال باستمرار، كل ده هيؤدي الى مشكله في الكليتين. ليه يا دكتور؟ لان الترجيع ده يا شباب عارفين يعني واحد بيرجع باستمرار يعني ايه؟ يعني بيحصل عندك ايه ما يسمى بايه، الفوليوم ديبليشن. يعني ايه الفوليوم ديبليشن؟ يعني هو انا دلوقتي اما بلاقي واحد عنده هايبوتنشن، مش اول حاجه بفكر فيها اما الاقي واحد عنده هايبوتنشن شديد مثلا، مش اول حاجه بفكر فيها اللي انا بديله محلول. ليه؟ ليه بديله محلول؟ انتوا عارفين يعني ايه هايبوتنشن؟ هايبوتنشن ممكن يؤدي الى حاجه خطيره جدا بنسميها هايبو بيرفيوجن. هايبو بيرفيوجن او اسكيميا. بمعنى ايه؟ اصل معنى انخفاض الضغط يا شباب، انخفاض الضغط المستمر معناه ان سريان الدم مش مظبوط، سريان الدم كسرعه وكقوه وككميه مش مظبوط. هايبوتنشن تعني، هايبوتنشن تعني ان سريان الدم ككميه وكقوه مش مظبوط، لا كميته مظبوطه ولا قوته مظبوطه. وبالتالي طالما كميته مش مظبوطه يبقى كميه الدم اللي هتوصل للاعضاء مش مظبوطه، يعني كميه الدم اللي هتوصل للاعضاء اقل من الطبيعي. طيب انت تخيل عضو كده معتمد عن الدم وانت قللت له الحصه بتاعته، قللت له كميه الدم، هيؤدي الى دكتور، هيؤدي ان العضو ده هيبدا يشتكي يا جماعه، هيبدا يقول والله ده انا مخنوق ما عنديش اكل زياده، يبدا يحصل حاجه اسمها اورجان دامج. اما كميه الدم بتقل للعضو ده بنسميه اسكيميا. اسكيميا تعني ان كميه الدم واصله للاورجان ده قليله، يا اسكيميا يا اما هايبو بيرفيوجن. الهايبو بيرفيوجن هي الاسكيميا، معناها ان كميه الدم اللي واصله للعضو ايه؟ قليله. وبالتالي عندك الفوميتنج يا دكتور، الفوميتنج بيؤدي الى كميه البلازما اللي موجوده في جسمنا بتقل، لان الفوميتنج قلل لي من الحاجات ديت. الفوميتنج والدياريه، لو واحد عنده دياريه باستمرار ده فقد الكترولايت وفقد كميه بلازما وبدا يحصل عنده جفاف. انا مش خايف من الجفاف على اساس جفاف، لا
انا خايف من الجفاف اللي هو قلل لي حجم البلازما اللي موجود عندي، وبالتالي كميه الدم اللي ماشيه عند الاعضاء بدات تقل، فحصل عندك مسمى بالاسكيميا التي سوف تؤدي الى، لو استمرت عندي، الى اورجان دامج. او واحد باستمرار بيستعمل دايوريتك بكميه كبيره، هي نفس الفكره بالظبط، الدايوريتك بكميه كبيره او عمال على بطال او لغير اللازمه بتاعتها او الحاجه بتاعتها، بيؤدي الى بتخلص كميه ميه اكتر من الطبيعي، وبالتالي كميه الميه اللي بتنزلها الكليتين اكتر من الطبيعي، يبقى كميه الميه اللي في البلازما قلت عن الطبيعي، وتؤدي الى نفس الحاجات بالظبط. تمام كده الموضوع كله سهل. طيب خلي بالك. طيب تمام. او انا بتكلم على، عشان ما تفصلوش مني يا شباب، انا بتكلم على الاشياء التي تؤدي الى حدوث خلل في الكليتين، بس انا بتكلم على ريسك فاكتورز. ايه الريسك فاكتور التي تؤدي الى خلل او حدوث خلل في الكليتين يا دكتور؟ انا بتكلم، يبقى احنا عرفنا ايه هي الكليتين وايه هي وظيفتها، وتاني حاجه عرفنا من خلال الاعراض امتى اشك في الكليتين وامتى لا. دلوقتي هنتكلم على الحاجات التي تؤدي الى خلل الكليتين. ايه هي الحاجات التي تؤدي الى خلل الكليتين يا دكتور؟ قلنا والله لو نقص حجم البلازما وعارفه ازاي، اللي هو الفوليوم ديبليشن. رقم اتنين، لو نتيجه امراض يا دكتور، نتيجه امراض بمعنى نتيجه امراض يعني ايه؟ لو انت عندك مشكله في القلب، مشكله في القلب بمعنى كونجستيف هارت فيلير، وانا شرحت الهارت فيلير ده قبل كده، يعني ايه مشكله في القلب؟ وايه دخل القلب بالموضوع؟ هو ازاي يا دكتور القلب مالكش دخل يا دكتور؟ ده القلب هو الاساس. ازاي يا عم؟ فهمني. مش القلب ده يا دكتور هو اللي بيوزع الدم الى الكليتين، هو اللي بيودي العيش الى الكليتين، والكليتين ديت لازم تاخد 25%، لازم تاخد 100 رغيف على الاقل. طيب افرض القلب صحته على قده، صحته على قده، مش قادر يصنع الكميه الكبيره دي كلها، فبروح يودي للكليتين 50 رغيف بس. وبالتالي لو انا عندي مشكله في الكليت في القلب، يبقى كميه الدم اللي هتروح للكليتين هتقل، وبناء عليه الكليتين هتبدا عندي ايه؟ تتاثر. رقم اتنين، لو انا عندي مشكله في الليفر، يا دكتور ده الليفر حاجه، دكتور ابراهيم محمد في ايه بالظبط؟ مش عارف الصوت واضح يا شباب، مش واضح يا شباب عشان مش كل شويه نقطع في الموضوع ده. طيب تاني حاجه، يبقى انا عندي، لو يبقى انا دلوقتي يا شباب تكلمنا على الكليتين وعرفنا وظيفتها وعرفنا كل حاجه وعرفنا امتى نشك فيه. طيب بعد ما شكيت اللي انت عندك خلل في الكليتين، تبدا تبحث عن الاسباب التي ادت الى خلل الكليتين. احنا ماشيين بالترتيب دلوقتي، يبقى انا بعد خلاص تاكدت او عرفت ان الكليتين عندي فيها مشكله، هنبدا نبحث دلوقتي عن الاسباب التي ادت الى خلل الكليتين دول. ايه الاسباب يا دكتور؟ حاجه ممكن يكون فوليوم ديبليشن، ده اول حاجه. رقم يا دكتور، ممكن عندك خلل في القلب، ممكن يكون القلب عنده مشكله فبنبدا نطمن على القلب. رقم ثلاثة، ممكن يكون الليفر هو الأساس. هو إيه مشكلة الليفر يا دكتور؟ خلي بالك الليفر دايما أما الليفر بيحصل فيه مشكلة، على طول الكليتين لازم بتتأثر، خلاص خلصت. طالما الليفر عندي فيه مشكلة خلاص إن الكليتين عندي اتأثرت. ليه يا دكتور؟ هو إيه الموضوع؟ أو إيه العلاقة؟ أصل خلي بالك من حاجة مهمة أوي. هو أنا دلوقتي لو قلت لك والله أنت عندك إزازة مية، إزازة مية مثلا، وإزازة المية ديت يعني فاضيه ما فيهاش حاجه، ورحت حاطط في ازازه الميه كوبايه ميه صغيره، الميه ديت هتروح فين؟ هتروح في ايه؟ في قاع الازازه، صح ولا لا؟ بالجاذبيه الارضيه هتروح عند الميه تحت خالص، تبع الجاذبيه الارضيه. عاوز تقول يا دكتور؟ عاوز اقول لك ان الليفر بيفرز لك حاجه اسمها بروتين. البروتين ده اسمه الالبيومين. بيفرز لك ايه؟ بروتين اسمه الالبيومين. ماله الالبيومين ومال الميكانيزم اللي انت بتقوله لي او المثال اللي انت قلت لي يا دكتور؟ اصل خلي بالك الدم عندك لو ما فيش عندك البيومين في الجسم، هيروح الدم كله ينزل لتحت تبعا للجاذبيه الارضيه. طيب احنا يا دكتور، ما احنا واقفين دلوقتي، لو انا وقفت مثلا من الجاذبيه الارضيه لتحت، ليه الدم عندي مش بيروح كله لتحت ويروح ما بيروحش عندي فوق؟ يعني انا لو انا وقفت مثلا، تمام كده، تبعا للجاذبيه الارضيه بتشد عقلك الدم لتحت، نظريا المفروض الدم كله يروح فين؟ لتحت، ما يروحش عند دم للمخ ولا يروح لعند الجزء العلوي خالص، صح ولا لا؟
مين المسؤول عن توزيع الدم بالطريقه ديت؟ حاجه اسمها الايه؟ الالبيومين. يبقى مين اللي بيفرزه لي؟ الليفر. يبقى الليفر بيفرز لحاجه اسمها الالبيومين. الالبيومين ده يا جماعه عباره عن بروتين، اكتر بروتين منتشر عندي في جسمنا، بيشيل الدم، بيشيل الدم وبيشيل الميه وبيشيل الهرمونز وبيشيل الالكترولايت وبيشيل الحاجات ديت كلها، وهو المسؤول، وهو المسؤول عن، هو المسؤول عن ايه؟ توزيع الدم يا شباب كل اعضاء الجسم. طب ايه المشكله يا دكتور؟ قال لك لو الليفر فيه مشكله مش هيطلع لك البيومين بكميه كافيه، وطالما مش هيطلع لك البيومين بكميه كافيه يبقى بالتالي كميه الدم مش هتتوزع بطريقه مظبوطه، لان الالبيومين هو التوكت بتاعي، هو اللي بياخد من القلب يوصل لكل الاعضاء يا شباب، هو اللي بياخد العيش من القلب يوصله للكليتين، وبالتالي التوكتك عند باظ. يبقى عند خلل فين؟ في الجسم عندي كله، لان مش هيوصل العيش لكل اعضاء الجسم المختلفه، وبالتالي الليفر ديزيز معناها القلب ومن عند قل معناها ان الدم ما بقاش بيوصل، لان القلب ومن هو اللي بيكون شايل ايه؟ الدم. او الكليتين ممكن تتاثر بايه؟ النفروتوكسين. انا هنتكلم عليها باستمرار، سواء ادويه، سواء حصل في حصوات، سواء في عندي اشعه الصبغه والحاجات ديت كلها طبعا هنبدا نتكلم عنها. ولكن صلى على النبي يا شباب، الكليتين احنا قلنا الاناتومي بتاعها شكله ايه؟ يمكن الفرشه ديت بتبقى رخمه شويه عشان، بس هي مهمه يعني، الفرشه ديت ممكن تكون رخمه شويه ولكن هنستفيد بيها قوي عشان نفهم الموضوع. انا دايما ما بحبش ابدا الموضوع من فوق، لازم انا امشي خطوه واحده كده، خطوه ستيب باي ستيب لغايه ما نوصل فوق. ما بحبش انا اجيب الموضوع من فوق، لازم نبني على اساس. فتخيل عندك كليتين، اللي ده الشرايين اللي من القلب هيوصل دم للكليه شمال وكليه يمين، تمام كده؟ الكليتين بتستفيد بالدم بتاعها ثم بتطلع لي حاجه اسمها الفلترت اللي هو الايه؟ اليوريتر. ده يا جماعه رسمه الكليتين بس ما فيهاش اورده، يعني هو ده كده بس تتخيلها بس كده، تمام كده؟ يبقى انا عندي في عندي عاوز يقول لك اللي فيه مدخل الى الكليتين ثم كليتين ثم عندك اليوريتر. عايز يقول لي ايه؟ عايز اقول لك امتى الكليتين تتاثر؟ تقول لي والله الكليتين تتاثر يا دكتور لو في عندك ريسك فاكتور من اللي احنا اتكلمنا عليهم دولت كلهم هيبدا ياثر لك على الكليتين. طيب بيأثر على الكليتين في اي مكان بالظبط؟ تقول لي والله تاثيرات الكليتين ممكن تكون في ثلاث اماكن رئيسيه. تاثيرات الكليتين ممكن تكون في ثلاث اماكن رئيسيه، ايه هم يا دكتور؟ تقول لي والله في عندك حاجه اسمها بري رينال. البري رينال من اسمها ما قبل الكليتين، بمعنى ايه؟ بمعنى مش انت بتقول لي في عندك شريان بيوصل الدم للكليتين؟ طب ما يمكن الشريان ده يا شباب اللي داخل الكليتين مسدود، الكليتين سليمه بس الشريان ده ايه؟ مسدود. ده هيؤدي الى ايه؟ الى ان برضو كميه الدم في الكليتين هتقل وخلل الكليتين هيظهر. يبقى ديت اسمها البري رينال. او ممكن تكون الكليتين ذات نفسها الشريان ما فيش فيه مشكله وبيوصل دم كتير للكليتين، بس الكليتين هي اللي فيها مشكله. يبقى اذا الخلل اللي في داخل الكليتين بنسميه انترنسك. انترنسك يعني هو رينال، في قلب الرينال، الرينال هي اللي فيها مشكله. او ممكن يكون الشريان ما فيش مشكله ولا الكليتين فيها مشكله، ولكن في عندي حصوه هنا في اليوريتر، عندي حصوه هنا سده فين؟ هنا. فبيبدا عندي اليورين يتجمع فين؟ او الفلتر ده مش بتتخلص منه من الكليتين، فبيبدا عندك يحصل عندك برضو مشكله فين؟ الكليتين. يبقى اذا خلل الكليتين يا اما هيكون بري رينال، او ده الصور بتاعت خلل الكليتين، يا اما بري رينال او انترنسك داخل الرينال او بوست رينال، تمام كده؟ يبقى انا عرفنا وظيفه الكليتين. امتى نشك الكليتين فيها مشكله؟ اول ما بتشك الكليتين فيها مشكله تبدا تبحث، احنا سميناهم الريسك فاكتور، نبدا نشوف الخلل ده ممكن يكون فين؟ ايه صوره؟ والله ممكن يكون بري رينال، او ممكن يكون انترنسك، او ممكن يكون بوست رينال. اعرفها بس على جنب كده عشان هنبدا نعوزها بعدين. صلوا على النبي. الاعراض يا جماعه اللي احنا شايفينها في الكليتين بس مش متاكدين ان الكليتين فيها مشكله، يعني احنا بس مجرد شك، الشك ده ممكن يكون بنسبه 90% 50% 95 99%، ولكن ما فيش يقين ان الكليتين فيها مشكله، وبناء عليه هنبدا الاول
دلوقتي نعمل دايجنوزيس. دايجنوزيس احنا عرفنا الاعراض، بدانا نشك، بصينا في اسباب تانية ولا مفيش اسباب تانية، بدانا نقول والله يا دكتور ده ممكن اللي يكون عندك والله في مشكله في الكليتين يا دكتور. بدانا دلوقتي هنبدا نتاكد بقى هل في مشكله في الكليتين ولا مفيش مشكله في الكليتين عن طريق الايه؟ التحاليل. التحاليل اللي احنا هنسميها الدكتور الدياجنوزيس. يبقى احنا دلوقتي هندخل دلوقتي الدياجنوزيس اوف كليتين او اوف كيدنز، تمام كده؟ طيب الدياجنوزيس ديت عن طريق ايه يا دكتور؟ حاجه بنسميها البن. البن ده اللي هو بلاد يوريا نيتروجين، وحاجه بنسميها السيرم كرياتينين، وحاجه بنسميها الاكر، وحاجه بنسميها اليورين اناليسيس. دول اللي بنطلبهم من المريض، نحفظهم زي اسمنا: بن، سيرم كرياتينين، اكر، واناليسيس. طيب تعالى الواحد واحد كده يا دكتور، هو ايه البلاد يوريا نيتروجين؟ والله بلاد يوريا نيتروجين معناها اليوريا اللي موجوده في الدم. طب ايه موضوع اليوريا اللي موجوده في الدم دي يا دكتور؟ مش انت قلت لي يا دكتور ان الجزء ان الكليتين هي المسؤوله عن التخلص من النيتروجينس كومباوند؟ ايوه انا قلت لك كده، الكليتين مسؤوله عن التخلص من النيتروجينس كومباوند. واليوريا ديت يا دكتور مش هي عباره عن نيتروجينس كومباوند؟ ايوه هي عباره عن نيتروجينس كومباوند. طيب يا دكتور بسيطه، اقيس اليوريا ديت الجسم شكلها ايه؟ لو لقيتها مرتفعه يا دكتور يبقى اذا معناها ان الكليتين فيها مشكله، لان الكليتين لو ما فيهاش مشكله كان زمان اليوريا في الطبيعي، كان زمان الكليتين اتخلص منها. ولكن طالما عندي مرتفعه في الدم معناها ان الكليتين فيها مشكله، معناها ان الكليتين ما اتخلصتش من اليوريا، صح كده ولا لا؟ وبالتالي يا دكتور ان معناها بنقيس كميه اليوريا اللي المفروض الكليتين اللي بتتخلص منها، ولو لقيناها مرتفع بنبدا نشك في الكليتين. بس خلي بالك انا عايز اقول لك على حته مهمة جدا جدا جدا، هي اليوريا ديت بتيجي منين يا دكتور؟ تقول لي والله اليوريا دي عبارة عن الاند برودكت بتاع البروتين، البروتين ده بيجي منين؟ اللي أنا باكله. خلي بالك البروتين اللي أنت بتاكله، لو سمحت، لو سمحت تركز معايا، البروتين اللي أنت بتاكله ده يا دكتور بيروح على الليفر، ركز في الكلام بالله عليك، بيروح عندك على الليفر، يقوم الليفر يعمل لك إيه؟ يقوم يكسر لك البروتين ويحوله إلى يوريا. الليفر بيعمل إيه؟ بيكسر البروتين ويحوله الى يوريا يا دكتور. طب وايه المشكله؟ اصل اليوريا ديت بتروح عندك في الدم الى الكليتين، يقوم الكليتين تتخلص من اليوريا. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك اصل اليوريا ديت ايتم مهم جدا جدا جدا. ليه يا دكتور؟ عايز اقول لك ان اليوريا ديت لو لقينا كميتها قليله يبقى مين المسؤول او مين اللي فيه مشكله؟ يعني لو طلبت البن ولقيت البن عندك قليل تقول لي المشكله عندك في الكبد، في الليفر. ليه يا دكتور؟ اصل انا قلت لك ان اليوريا هي الاند برودكت بتاع البروتين. وايه المشكله؟ اصل البروتين بيروح للليفر الاول، يقوم الليفر هو اللي بيكسره ويحوله الى يوريا. وبالتالي لو كميه اليوريا عندك قليله معناها ان الليفر قايم بوظيفتك تكسير البروتين والميتابوليزم بتاع البروتين، وبالتالي ما حولوش الى يوريا. وبالتالي لو لقينا البن قليل يا اما الراجل ده ما بياكلش بروتين خالص وفي مجاعه، يا اما انا عندي في مشكله عندك في الليفر وليست المشكله في الكليتين. انت اقول لك المشكله في الكليتين لو لقينا البن مرتفع عن الطبيعي، هنا اقول لك ميبي ممكن يكون عندك المشكله في الكليتين لان المسؤول عن التخلص منه هو الكليتين، اما المسؤول عن تكوينه هو الليفر. وبالتالي لو لقينا تكوينه قليل يبقى المشكله في الليفر اللي بيكونه، اما لو لقينا المشكله عندي زياده في الدم معناها الاكسكريشن بتاعه قليل يبقى المشكله عندك في الكليتين. اسمعها مع نفسك تاني في الاعاده ان شاء الله، او اللي انت كتبته. الموضوع بسيط جدا وسهل، ما فيش حاجه ان شاء الله. هي نقطه. النقطه الثانيه السيرم كرياتينين. السيرم كرياتينين اللي هو الكريات او الكرياتين. الكرياتين ده يا شباب عباره عن ايه؟ الكرياتين ده بيجي من حاجه اسمها الكرياتين فوسفيت. ده عباره عن ايه اصلا؟ ده الكرياتين فوسفيت ده موجود يا جماعه في المسلز. المسلز لما بتعمل اما بتكون عضلات وبتعمل رياضه ومش عارف ايه بتطلع لك حاجه اسمها الكريات او الكرياتين فوسفيت. البريك داون برودكت بتاع الكرياتين فوسفيت اللي موجود في المصل عباره عن كرياتينين. يبقى انا دلوقتي اليوريا موجوده عندك، من اللي بيطلعها؟ الليفر.
اما مين اللي بيطلع الكرياتينين؟ المصل في العضلات. يبقى العضلات بتطلع لك كرياتينين، مين المسؤول عن التخلص من الكرياتينين؟ هو الكرياتين. ممتاز. لو الكرياتينين عندك زايد معناها ان الكرياتين ما تخلصتش منه بطريقه المناسبه. بس انا عايز اقول لك على حاجه دكتور، في حته السيرم كرياتينين، عايز اقول لك اكتر من حاجه في السيرم كرياتينين. السيرم كرياتينين النسبه الطبيعيه بتاعته من 6.10 الى 1.2، 6.10 الى 1.2. طيب ممتاز. انا ممكن يجي لي واحد في الصيدليه جايب لي تحليل بتاعه عامل لي السيرم كرياتينين، ثم بصيت في التحليل لقيت السيرم كرياتينين بتاعه 1.2، 1.2 ده في البوردر لاين، صح ولا لا؟ في البوردر لاين. خلاص ده انت كده في الماكسيمم بتاع الطبيعي. بس انا رحت قايل للمريض ده انت في مشكله عندك في الكرياتين. انا قلت له ايه؟ في مشكله عندك فين؟ في الكرياتين. يا دكتور ده التحليل بتاعي في النورمال. لا انا انت عندك مشكله في الكرياتين. جالي واحد تاني الصيدليه وعامل لي السيرم كرياتينين، ولقيت السيرم كرياتينين 1.3 او 1.4. وبعدين بصيت في التحليل قلت له التحليل بتاعك نورمال. ازاي يا دكتور ده التحليل بتاعي ازيد 1.1 او 2.1 على النورمال، ازاي التحليل بتاعي نورمال؟ يا عم اسمع كلامي، التحليل بتاعك نورمال ما عندكش مشكله في الكليتين. طيب شكرا يا دكتور. الصيدلي اللي بيتدرب معايا هيتجنن، ازاي يا دكتور انت قلت للشخص الاولاني اللي جاي لك بسيرم كرياتينين على الرغم اللي هو 1.2 وفي نورمال؟ قلت له انت عندك مشكله، ولكن التاني اللي هو جاي لك بالسيرم كرياتينين عنده 1.4 او 1.3، قلت له انت ليه؟ انت هتجنني يا دكتور، في ايه بالظبط؟ اصل انت مش واخد بالك، الاولاني اللي كان جاي لي ده كان رفيع قوي، كان رفيع يا جماعه، ما عندوش كميه ماسلز اصلا، ما عندوش كميه عضلات، وبالتالي اصلا الكرياتين فوسفيت او الكرياتينين بيطلع منين؟ من العضلات. طب ما عندوش عضلات، يبقى اذا العضلات بتاعته اصلا المفروض في الطبيعي بتكون لي كميه قليله ما توصلش ل 1.2 اصلا. معنى ان هي وصلت ل 1.2 معناه ان الكليتين مالها فيها مشكله، ما تخلصتش من ايه؟ ما تخلصتش من كميه الايه؟ الكرياتين اللي بتروح لها. ولكن الشخص الثاني قلت له انت طبيعي ليه؟ لان كان بادي ماس بيلدنج، ده راجل بيلعب حديد، جاي لي ما شاء الله عضلاته كده ما شاء الله، ولابس لي تيشيرت وعضلات بتاعته طالعه من كل مكان. قلت له انت سليم لان كميه الماس او كميه الماسلز اللي عندك كتيره جدا، وبالتالي بتطلع لي كرياتينين كتير جدا، ده كتر خير الكرياتين اللي هي بتتخلص وسايبه لك بس انت 1.3 موجودين في جسمك. ها؟ يبقى الاولاني ما كانش فيه كميه عضلات اصلا، الشخص الاولاني، ولكن الشخص الثاني كانت كميه العضلات بتاعته قد الاولاني ممكن 3-4 اضعاف. واحنا قلنا كميه الكريات اللي بتطلع معتمده على كميه العضلات، وبالتالي لازم تبص على المريض ما تعتمدش على التحليل بس. ارجو ان تكون النقطه ديت وصلت. كمان نقطه على السيرم كرياتينين، خلي بالك السيرم كرياتينين ممكن ما يرتفعش، اكتبها لو سمحت، ارجع لبطل ورا كده لو سمحت واكتب الكلمه ديت، السيرم كرياتينين ممكن ما بيرتفعش، ممكن، انا بقول ممكن ما يرتفعش الا لما بيوصل خلل في الكرياتين قد يصل الى 60%. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك اللي ممكن يكون الكرياتين بايظه اصلا وفيها خلل يصل الى 55% او 59% والسيرم كرياتينين بتاعك نورمال. لا، عشان كده السيرم كرياتينين مش بقدر اعتمد عليه اذا لون واقول والله انت طالما السيرم كرياتينين بتاعك نورمال يبقى الكرياتين بتوعك نورمال. الكلام ده مش مظبوط، لان السيرم كرياتينين ممكن تكون عندك نورمال بس الكرياتين فيها خلل. بس ان وجد السيرم كرياتينين مرتفع فيقينا في خلل، يبقى ارتفاع السيرم كرياتينين معناه اللي فيه خلل، عدم ارتفاع السيرم كرياتينين لا ينفي وجود الخلل يا دكتور، لان السيرم كرياتينين قد لا يرتفع الا بعد 60% من خلل الكرياتين. النقطه ديت مهمه جدا. طيب يا دكتور انا عملت تحليل اعمل ايه؟ لازم اعملهم كلهم، ما ينفعش واحد بس يا شباب. عملت بان لقيته في النورمال، وعملت السيرم كرياتينين لقيته مرتفع، ابص على الجسم والله لو بادي ماس بتاعته العضلات كميه كبيره جدا
والارتفاع 1 أو 2 من 10 هقول له والله انت نورمال ما فيش عندك في مشكله، لان لو انت عندك خلل في الكليتين هتلاقي الاثنين مرتفعين، البان والايه والسيرم كرياتينين، لازم الاثنين يكونوا مرتفعين مش واحد بس يا شباب. تمام كده. التحليل الثالث اللي هو الاكر، والاكر ده يا شباب موست سنسيتيف، حاجه عاليه جدا من التكنولوجيا وحاجه جدا بتبين لي الكرياتين لو فيها خلل بسيط يظهره لي، بعكس السيرم كرياتينين. هو ايه الاكر ده يا دكتور؟ اختصاره البيومين كرياتينين ريشيو. اسمه ايه؟ البيومين ها كرياتينين ريشيو. طيب ايه الالبيومين كرياتينين ريشيو؟ البيومين كرياتينين ريشيو بجيب عينه بقول للمريض، انا بطلب كده من المريض اعمل لي الاكر، يقوم بتاع المعمل يعمل لي ايه؟ يروح ياخد يورين سبوت، ياخد كده راندوم يورين سبوت، ياخد عينه من الايه؟ من اليورين بتاع المريض البول. تمام كده؟ وبعد ما ياخد العينه ديت يقوم يقيس فيها قد ايه البيومين وفيها قد ايه كرياتينين. تمام كده؟ ويديني نسبه حاجه اسمها البيومين الى الكرياتينين، بيقسمهم على بعض يعني. تمام كده؟ بس بيقيس الالبيومين بالملي جرام وبيقيس الكريات بالمايكرو جرام، مع عينه مش مهم. المهم بيطلع لك رقم. الرقم ده لو اقل من 30 الكليتين عندي سليمه، لو اكتر من 30 الكليتين عندي فيها خلل يقينا. تمام كده؟ يبقى لو اقل من 30 الكليتين سليمه، اكتر من 30 فيها مشكله يورين اناليسيز، بشوف والله في اليورين ايه مشكلته، ده هنبدا نتعرض ليه، لو في عندي مشكله بروتين ببدا على طول الجا للاكل. ارجو يا جماعه لغايه كده الامور تكون واضحه عشان هنخش في الجد. ها؟ الامور واضحه يا شباب؟ احنا هنخلص الساعه 1 باذن الرحمن. الامور كده واضحه؟ يا ريت نفتح البتاع الشات عشان نشوف في الامور واضحه ولا في عندي مشكله. طب حد عنده مشكله في اللي فات؟ الاكل ده يا دكتور فارماسيست هنحتاجه يقينا فيما بعد. هنشرحه تاني فيما بعد، بس انا مش عاوز اعيد كتير عشان نخلص المحاضره بتاعتنا. هنشرحه في المحاضره التفصيل الممل اصلا. هنحتاج بس هو احنا بناخد عينه من اليورين يا شباب وبنقيس كميه الالبيومين الى كميه الكريات، بس بيطلع لك قيمه لو طلع اقل من 30 العلاقه ما بين الليفر ديزيز والكيدني فيلير. يا جماعه احنا قلنا الليفر تاني، انا قلت لك مين اللي بيوزع الدم؟ اللي بيوزع الدم القلب، اللي بيوزع الدم القلب، القلب بيودي بيضخ الدم، يبقى القلب بيضخ الدم. تمام كده؟ الدم ده مين اللي بيشيله بقى يوديه للكليتين؟ الالبيومين. الالبيومين ده عباره عن التوك توك اللي بياخد الدم من القلب يوديه للكليتين. تمام؟ مين اللي بيطلع لي التوك توك ده؟ الليفر. يعني انا عندي الدم بيطلع من القلب، القلب ده هيودي الدم بتاعه للكليتين، هيوديه من خلال الالبيومين. مين اللي بيطلع لي الالبيومين؟ الليفر. يبقى بالتالي لو الليفر عنده مشكله يبقى الالبيومين مش هيطلع، او الالبيومين هيطلع بكميه قليله، والالبيومين ده هو اللي شايل الايه؟ ها؟ والالبيومين ده هو اللي شايل الدم موديه لفين؟ ليه؟ الى الكليتين. وبالتالي لو انا عندي الليفر فيه مشكله يبقى الكليتين هيحصل مشكله في الكليتين. تمام كده يا شباب؟ ممتاز. طيب الحمد لله. خلي بالك قبل ما نخش بقى في موضوع الكليتين والكلام اللذيذ اللي جاي ان شاء الله، خلي بالك كده ان الكليتين قلنا بتاخد 25% نصيب من الاكل، 25% دم من اللي بيتوزع في الجسم كله. ممتاز. ثاني حاجه، طالما هي بتاخد 25% فبيوصل لها برضه 25% من اي دواء مثلا انا باخده او توكسين او اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نخش بقى على السلايد اللي بعد كده. خلي بالك ان اللي احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الكليتين ادويه بتاثر على الكليتين، ولكن قلنا ازاي؟ قلنا السيرم كرياتينين بيرتفع والبن بيرتفع مع الاعراض اللي موجوده، مش احنا قلنا تاني كانت في المحاضره عشان ما انساش ايه البلان اللي في دماغك، الدياجرام اللي في دماغك، يعني ايه كليتين، وظيفه الكليتين بتشتغل ازاي، الكليتين ازاي كل الكليتين ديت فيها خلل، تشك فيها يا دكتور ازاي دياجنوزس اليقيني عن طريق التحاليل اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي البن والسيرم كرياتينين والاكر واليورين. تمام كده؟ طيب يا دكتور بس خلي بالك ان مش كل ارتفاع سيرم كرياتينين او ارتفاع بام معناه في خلل في الكليتين. ليه؟ في عندي حاجه اسمها سودو نيفروتوكسيسيتي. يعني ايه؟ يعني هيؤدي الى ارتفاع بام او ارتفاع سيرم كرياتين كاذب، يبقى هيؤدي الى ارتفاع بام
او ارتفاع سيرم كرياتينين ايه كاذب يا شباب. زي ايه يا دكتور؟ قال لك والله اول حاجه عندك الترايميثوبريم، لو المريض ده بياخد ترايميثوبريم او بياخد السايميتيدين هيؤدي الى ارتفاع الايه السيرم كرياتينين. يبقى السيرم كرياتينين ممكن يطلع لي في تحليل مرتفع، فلازم اسال المريض انت بتاخد ادويه ايه؟ لازم استبعد الاول، ممكن يكون اللي عنده ده مش نتيجه ده العدوي، ولكن نتيجه دواء بياخده ادى الى ارتفاع السيرم كرياتينين. يبقى لو المريض بياخد سلفا دراج زي السبترين او اي حاجه ما فيها الترايميثوبريم، يبقى الترايميثوبريم هيؤدي الى ارتفاع السيرم كرياتينين، او بياخد السايميتيدين خصيصا من الاتش تو بلوكر هيؤدي. الاتش تو بلوكر هي كلها بتعمل لي ارتفاع كرياتينين على فكره، لكن اكتر حاجه بتعملها لي هي السايميتيدين. يبقى الاتش تو بلوكر، رانيتيدين، فاموتيدين، نيزاتيدين، سايميتيدين بيؤدي الى ارتفاع السيرم كرياتينين. بالتالي لو انا لقيت البن نورمال، لو لقيت، ركز معايا الله يخليك، لو لقيت البن نورمال السيرم كرياتينين عندك مرتفع، لو لقيت البن نورمال والسيرم كرياتينين عندك مرتفع، ابدا اسال المريض هو انت بتاخد ادويه، بتاخد ادويه صلفة، بتاخد ادويه اتش تو بلوكر، عشان ايه؟ ممكن تكون هي السبب في ارتفاع الايه السيرم كرياتينين. اما لو لقيتهم الاثنين مرتفعين فده بيقول لي اللي في عندك خلل بنسبه كبيره جدا جدا، تمام كده؟ طيب تاني حاجه، اللي في حاجه بترفع البن، ترفع اليوريا، ايه يا دكتور؟ الكورتيكوسترويد والتتراسايكلين. يبقى انت لو لقيت السيرم كرياتينين عندك في النورمال والبن بس هو اللي مرتفع، هو انت بتاخد كورتيزون؟ اه والله يا دكتور ده انا باخد مثلا السيلو بريد مثلا، او باخد الهوستا كورتن. اه يا عم خلاص ما تقلقش، ده الهوستا كورتن هو اللي ادى الى ارتفاع البن. ده انا باخد التترا سايكلين يا دكتور، او باخد الدوكسي مايسين يا دكتور، او اي حاجه من عائلات التترا سايكل، اقول له ما تقلقش هو اللي ارتفع البن. بس خلي بالك انا بتكلم على ايه؟ ارتفاع احدهما. لو لقيت السيرم كرياتين هو اللي مرتفع بس ابدا اشك في الادويه، لو لقيت البن هو اللي مرتفع بس ابدا اشك في الادويه اللي هو كورتيكوسترويد والتترا سايكلين. لو لقيتهم الاثنين مرتفعين فده بيقول لي لا ده خلل في الكليتين. ما هو مش الا لو كان بياخد كورتيكوسترويد وبياخد بقى سايميتيدين. ابدا استبعد الادويه الاول. في عندي ادويه بتتداخل مع السيرم كرياتينين، اصل خلي بالك انا بقيس السيرم كرياتينين عن طريق ريجنت، يعني ايه؟ بحط ماده، لو الماده لو السيرم كرياتينين موجود بتبدا تتفاعل مع السيرم كرياتينين. يبقى انا بحط ريجنت على اليورين مثلا او على الدم، لو السيرم كرياتينين موجود بيبدا يديني لو مثلا، يبقى اذا في عندك كرياتينين بنسبه كبيره مثلا، تمام كده؟ في عندي ادويه بتبقى موجوده عند دم بتدي نفس نتيجه السيرم كرياتين بالظبط مع الريجنت. يعني انا والله انا باخد عينه من دهوت حطيت عليها ريجنت، الريجنت ده يتفاعل مع الكريات اللي موجود عندك في الدم، بس مش بيتفاعل مع الكريات بس، ده بيتفاعل مع كل السيفالوسبورين يا جماعه. يبقى السيفالوسبورين ديت بتتفاعل مع الريجنت اللي انا حاطه، وبالتالي بتديك نفس نتيجه الكريات. كانه يعني لو لقيت الكريات عندك مرتفع تقول لي والله مرتفع نتيجه السيفالوسبورين. عارفين السيفالوسبورين؟ فيرست جنريشن وسكند وفيرث كمان جنريشن بيبدا يتفاعل مع السيفوكسيدين. ده هو مش سيفالوسبورين يا شباب، هو بين البنين. بمعنى ايه؟ السيفالوسبورين ديت بتشتغل على الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف تبع للجيل بتاعها، تمام كده؟ ولكن غير مش شغاله على ان اوروبيك بكتيريا، هي شغاله كله على الاوروبيك بكتيريا سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف. السيفوكسيدين نفس صفات السيفالوسبورين بجانب اللي هو على الان اوروبيك بكتيريا اللي هي البكتيريا اللاهوائيه، البكتيريا اللاهوائيه، تمام كده؟ ده السيفوكسيدين، تمام كده؟ نخش بعد كده على الاشياء التي تؤدي الى خلل في الكرياتين. نبدا دلوقتي نقول ايه الاشياء التي تؤدي الى خلل في الكليتين. عاوزين النص الساعه ديت يا جماعه نبدا نخلص فيها الايه المحاضره ان شاء الله، نخلص الساعه 1 عشان تلحقوا تتسحروا ان شاء الله. ايه هي الادويه التي تؤدي الى خلل الكليتين يا دكتور؟ او ايه الادويه اللي على طول بتضرب في الكليتين؟ او ايه الحاجات اللي بتروح تضرب في الكليتين يا دكتور تبدا تبوظ لي عندك الكليتين يا دكتور؟ ايه هي يا دكتور؟ اول حاجه بنسميها الامينو جلايكوزايدز. الامينو جلايكوزايدز ديت اخطر حاجه بتبوظ لك الكليتين. الامينو جلايكوزايدز بتعرض للمريض لاتريسك تقريبا 60% اللي هو لازم يضرب له الكليتين.
متخيلين 58% الاسيتنس بتاعها 58%، يعني لو عندي 100 شخص بيستعملوا الامينو جلايكوزايدز اللي هي الاميكاسين والجنتاميسين والتوبراميسين ومش عارف كل مجموعه الامينو جلايكوزايد ديت، ممكن لو انا عندي 100 شخص بيستعملوها ممكن 60% بيؤدي الى كيدني دامج. وعشان كده الامينو جلايكوزايدز اكتر حاجه من الانتي بايوتيك بتضرب الكليتين. الامينو جلايكوزايدز ديت عباره عن انتي بايوتيك شغال على ايه يا دكتور؟ شغال على الجرام نيجاتيف بكتيريا، وشغال برضه على البوزيتيف، بس هو معروف يعني اللي هو شغال على النيجاتيف، بس هو شغال برضه على البوزيتيف على فكره، ولكن الاكثر عندي ان هو شغال على النيجاتيف، شغال اكتر على النيجاتيف، تمام كده؟ ما اقدرش ان انا ادي لي جرام بوزيتيف بكتيريا لوحده ازلون، لانه مش هيبقى فعال بصوره كبيره، ولكن هو فعال بس مش بنسبه كبيره. ايه مشكله الامينو جلايكوزايد ديت يا دكتور؟ دي مجموعه من الانتي بايوتيك بنسميها بيز دراج، او بنسميها كاتايونيك. كاتايونيك يعني التشارج بتاعتها كاتايونيك. هي ايه مشكله التشارج بتاعتها ما تكون كاتايونيك او ما تكون بيزك يا دكتور؟ يعني مش اسيدك، هي مش اسيدك. اصل هي كاتايونيك معناها الدواء ده بيحب قوي الكليتين، بيحب قوي الكليتين، فبيعمل ايه؟ يروح يا دكتور للكليتين والكاتيونيك بتاعته، او هو مش اسيدك، فبيتفاعل مع الكليتين، بيتفاعل مع الكليتين دي بتكون من تيبيولز، تكون من تيبيولز، يقوم يلزق في التيبيولز ديت يا شباب، يلزق فيها نتيجه زي مغناطيس بالظبط، سالب وموجب يلزقوا في بعض، يقوم الامينو جلايكوزايدز تلزق وتتغلغل داخل الكليتين وتبوظ الفيسفوليبيدز بتاع تركيب الخلايا بتاع الكليتين، وتضمن لك عندك الكليتين. بل في جزء من الامينو جلايكوزايدز الكليتين مش بتسيبه طول عمرها، يعني انا لو اعطيت لواحد جرعه وهو لسه عنده 3 سنين امينو جلايكوزايدز بتفضل معاه طول العمر، جزء صغير خالص كده بيفضل معاه طول العمر، مش بيخلص، حتى لو 70 سنه بيفضل معاه جزء، كل ما اديله يفضل جزء في الكليتين، الكليتين بتحتفظ بجزء كده مش بتعرف اصلا ان احنا متخلص منه، يعني بنسبه كومبليتلي او بنسبه كامله يا جماعه، ولكن في جزء بيفضل عندك. عشان كده في عندك حاجه اسمها كوميوليتيف دوز. كوميوليتيف دوز معناها لو انا عطيت لطفل جرعه بيفضل عنده جزء، اديله بعد 20 سنه جرعه يفضل عندك جزء، اديله بعد 50 سنه جرعه يفضل عندك جزء، الجزء ده مش بيخرج نهائي من الجسم، الجزء ده لو جمعناه بنسميه كوميوليتيف دوز، ولو الكوميوليتيف دوز ديت زادت بيؤدي الى دمار في الكليتين. عشان كده يا جماعه ما نستغربش اما ندي الواحد حقنه نلاقي الكليتين بتاعته ماتت، اتدمرت. هي وقفت على حقنه يا دكتور؟ ايوه وقفت على حقنه، اصل مش انت بس اللي استعملت معاه الامينو جلايكوزايدز، ده هو طول عمره كله ما يروح لدكتور يكتب له الامينو جلايكوزايدز، حصل له شويه تعب يكتب له الامينو جلايكوزايدز، حصل له شويه تعب يكتب له الامينو جلايكوزايدز، فجالك الصيدليه رحت انت مطلع له حقنه جرامايسن، اول ما اعطيت له حقنه الجرامايسن على طول المريض ده راح لوحده الكليتين. ليه؟ اصل الراجل ده طول عمره بياخد امينو جلايكوزايد، كل شويه ياخد، كل شويه ياخد، كل شويه ياخد، خلاص في جزء مش بيطلع اسمه الكوميونيتي دوز، وصل لاكسيمم بتاعه بالحقنه بتاعتك، وبالتالي ايه؟ انت اللي شلت الليله، انت اللي شلت الاخطاء اللي حصلت على مدار عمره ال 50 سنه اللي فاتت او ال 60 سنه اللي فاتوا. حتى بتكون الكوميونيتي دوز لو اول مره يستعمل الامينو جلايكوزايدز فانت معرض ان المريض ده ممكن يحصل له دامج بنسبه 60%، فخلي بالك في بلوكوشن معينه، والامينو جلايكوزايد مش بتستعمل الا بطريقه معينه، والمرضى معينين والعدوى معينه، ومش بيكون عندي فيرست تشويس، ولو استعملته يكون ببلوكوشن معين، يبقى انا لو استعملته هيكون كوشن معين او بلوكوشن معين لازم في اطار ده او كرايتيريا معينه لازم، طالما خلاص ما فيش غير الامينو جلايكوزايد هستعملها يبقى لازم يكون في اطار معين. نقط العين لا مش بينطبق على نقط العين الا لو زادت الجرعه قوي، لو طول عمره بقى بيستعمل بقى، اصل الامتصاص اللوكال بيبقى ضعيف. تمام كده هنبدا نتكلم عليه. طيب يبقى انا عندي الكوميونيتيف دوز او لسه يا دوبك اول امبارح اخد امينو جلايكوزايدز ورحت انت عطوله الجرعه الثانيه على طول. طب ما الجرعه الثانيه على الرغم ان لسه ما وصلش للكوميونيتيف دوز يا دكتور، بس استعمال الامينو جلايكوزايدز في خلال الشهر مرتين او ثلاثه بيزيد احتماليه
الكبد اندمج على طول، وديت بتكون حاجه مصيبه جدا. خلي بالك الامينوجلايكوزايد ديت بنسميها نيفروتوكسيك، وطالما هي نيفروتوكسيك هتدمر لي الكليتين. انت تدمير الكليتين لو انا بستعمل اي حاجه كمان بتاثر لي على الكليتين، صح؟ لو انا بستعمل اي حاجه كمان بتاثر لي على الكليتين وكمان بتستعمل امينوجلايكوزايد، ده انت يا راجل فاجر على كده يا راجل، ده انت كده عايز، ده انت عايز تدمر له الكليتين، بمعنى تدمر له الكليتين. فخلي بالك من اي نيفروتوكسين تاني هنبدا نتكلم عنها دلوقتي مع الامينوجلايكوزايدز. خلي بالك من كل ما بيزيد عندك الايج، كل ما عندك ما بتقل كفاءه الكليتين. الكليتين مش متحمله ان انت تستعمل معاها الامينوجلايكوزايدز. فوق ال 70 سنه اول ما بتستعمل الامينوجلايكوزايدز انت الكليتين ديت هتنضرب. لو هو اصلا معاه كبن دامج يبقى نبعد عن الامينوجلايكوزايدز. لو معاه ليفر ديزيز اهيت ليفر ديزيز برضه ابعد عن الامينوجلايكوزايد. طب ايه علاقتها يا دكتور؟ ده هي بتروح للكليتين. ما احنا قلنا الليفر ديزيز معناها ايه؟ معناها اللي مفيش توك توك هيوصل للكليتين، مفيش البيومين هيوصل للايه؟ للكليتين. وكل شيء طبيعي الكليتين هتتاثر، وبناء عليه ممنوع ان انت تستخدم حاله الليفر ديزيز. طيب خلاص ما قداميش خيار تاني، هستخدم امينوجلايكوزايد، يعني هستخدم امينوجلايكوزايد. والله ما عنديش اي حاجه تانيه تنفع غير الامينوجلايكوزايد، هستخدمها. استخدمها ازاي؟ خلي بالك دي حاجة مهمة أوي. أول حاجة ما تنقيش الناس اللي عندهم ليفر ديزيز وتديها له، اللي بنقول عليها افويد هاي ريسك بيشنت، اللي هم مين الهاي ريسك بيشنت دولت؟ دكتور واحد عنده ليفر ديزيز، واحد عنده كونجستيف هارت فيلير ما ينفعش لأنه هيأثر على الكليتين، واحد عنده كيدني فيلير ما ينفعش، واحد لسه مستخدم أول امبارح الأمينوجلايكوزايدز ما ينفعش، واحد طول عمره الاطباء بيكتبوا له امينوجلايكوزايد ما ينفعش، واحد عنده دياريه شديده قوي او عنده فوميتنج شديد قوي ما ينفعش. ليه؟ لان ده هيؤدي الى فوليوم ديبليشن، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي برضه هيؤدي الى مشكله. واحد استخدم اذر نيفروتوكسيك زي الاسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي المسكنات برضه ما ينفعش. هنشوف ليه. يبقى انت لازم تبعد avoid the high risk patients. رقم اثنين adequate hydration. يعني ايه adequate hydration؟ لو سمحت قبل ما تستعمل الامينوجلايكوزايدز لازم تشوف البيشنت ده معاه هيدريشن ولا لا؟ يعني ايه معاه هيدريشن؟ معاه جفاف ولا لا؟ يعني بيستخدم دايوريتكس ولا ممكن يكون بيستخدم دايوريتكس بنسبه كبيره عامله له هيدريشن، ممكن يكون معاه فوميتنج او معاه دياريه، او الراجل ده ما بيشربش ميه كتير. عشان كده لما تيجي تستعمل الامينوجلايكوزايد لو سمحت اشرب ميه كتير. يبقى قول للبيشنت بتاعك اشرب ميه كتير. عشان كده فاكرين انا كتبت ستيتس من ثلاث ايام تقريبا، قلت للمرضى اللي هم في رمضان، لان في رمضان في حاله الصيام ما بيشربش ميه، عشان كده قلت لك اما تدي له الامينوجلايكوزايد لو سمحت اديها له بعد الفطار. ليه هتديها له بعد الفطار ما تديهوش في نهار رمضان على الرغم ان هي مش تفطر بعد في الصيام؟ هي مش بتفطر يا جماعه، ولكن لازم في الفطار عشان يشرب ميه كتير. يا جماعه لو سمحت العب بالمعلومه، استخدمها في مكانها المظبوط، بس مش بمزاجك، بطرق علميه. بطرق علميه. بنت هتقولها لا الامينوجلايكوزايد ديت يا دكتور يا حاج هي مش بتفطر، والله ممكن اديها لك عاده في الصيام ما فيش مشكله، بس انا محتاج انك تشرب ميه كتير عشان ما تتقص. الامينوجلايكوزايد محتاجه ان انا اعوض الهيدريشن ده، وبالتالي هديها لك بعد الفطار عشان تشرب لي ميه كتير عشان ما تتاثرش او ما يحصلش اثار جانبيه. رقم ثلاثه limits التوتال كوميونيتي دوز، يعني ما تستخدمش ايه؟ مش يبقى عنده طول عمره بيستعمل الدواء ده وتبدا انت كمان تستعمله. avoid other nephrotoxin اتكلمنا عنها. الحاجه الخطيره قوي ودي اتكلمت عنها من 2010 وما كانتش اصبحت صريحه قوي كده، اللي هو used as once daily. ايه يا دكتور؟ ده احنا بيتكتب عندنا الجنتاميسين مرتين في اليوم، حقن مرتين في اليوم، الكانامايسين مرتين في اليوم، الاميكاسين مرتين في اليوم، حقنه كل 12 ساعه. حكايه وانس ايه بقى يا دكتور؟ قال لك لا، انت لما تيجي تستخدم الامينوجلايكوزايد استخدمها از وانس ديلي. ازاي يا دكتور وانس ديلي يا دكتور؟ قال لك اصل وانس ديلي بيقلل لك الاثار الجانبيه بتاعتها على الكليتين. لو سمحت هز دماغك كده وفوق، المعلومات دي خطيره قوي. عايز تقول لي ايه؟ هو انا لو استعملت مضاد حيوي
في الاساس بستعمله مرتين في اليوم، اقوم استعمله مره واحده يقوم يقلل لي الاثار الجانبيه ونفس المفعول. نظريا انا ممكن اقبل ان الاثار الجانبيه هتقل، بس مش هقبل ان انت يا دكتور يكون نفس المفعول ابدا. هل مره استخدمه مره واحده في اليوم زي مرتين في اليوم في المفعول؟ نظريا انا مش هقبل الكلام ده. ليه؟ لان انا بديله الدواء الساعه 8 الصبح وبديله الدواء الساعه 8 بالليل، وبالتالي التي هاب بتاعت الامينو جلايكوزايت مش عاليه مش كبيره، وبالتالي لازم اديه له مرتين في اليوم عشان يغطي لي ال 24 ساعه. تمام كده؟ طب لو عطيت له مره واحده في اليوم، ما التي هاب بتاعت الامينو جلايكوزايت قليله، وبالتالي هيغطي لي بس حوالي 3 4 ساعات او 8 ساعات بحد اقصى في الجسم. طب والباقي؟ الباقي مش هيتغطى، وبالتالي البكتيريا هتبدا تنشط تاني. وبالتالي يا دكتور نظريا ما تقنعنيش ان وانس ديلي هي كويس ديلي في المفعول، ولكن انا مقتنع ان استعمالها مره واحده ممكن يكون اقل في الاثار الجانبيه. بس انا عايز اقول لك حاجه تانية. عايز تقول لي على ايه؟ عايز اقول لك ان استخدامها مره واحده يا دكتور نفس المفعول بتاعت مرتين، واستخدامها مره واحده يا دكتور اقل في الاثار الجانبيه. كان ممكن تفسير يا دكتور للحاجتين دول؟ هنبدا نتكلم دلوقتي على كيفيه تفسير استخدامها مره واحده في اليوم اقل في الاثار الجانبيه. خلي بالك من حاجه، لو انا جبت لك قلت لك والله يا دكتور المريض ده عايز مثلا 100 مللي جرام من الجنتامسين، 100 مللي جرام الجنتامسين، قلت لك يا دكتور ادي له 50 الصبح و50 بالليل مرتين في اليوم، هو 50 الصبح و50 بالليل، هو كده كده استعمل ال 100 بس انا اعطيته 50 الصبح و50 بالليل. قال لك ال 50 اللي انت اخذتهم الصبح دول بيروح جزء عندك الكليتين. الكليتين ديت انا دايما بشبهها بالجمارك. جم يا شباب بيروح يقول لك انت مش هتعدي غير انا نسبتي 10% او انا نسبتي 10 مللي جرام. والكليتين ال 50 دول يروحوا يا جماعه عشان الكليتين تتخلص منهم، عشان الكليتين تتخلص منهم تقوم الكليتين تحتفظ ب10 كده بنفسها في الكورتكس. ال10 دول مش بيخرجوا خالص دلوقتي، ممكن يقعدوا حوالي 100 ساعه واكتر من 100 ساعه كمان في قلب الجسم في قلب الكورتكس. الاثار الجانبيه بتاعتهم خطيره جدا جدا. يبقى انا خدت 50 الصبح فتقوم الكليتين تاخد 10، خدت 50 بالليل تقوم الكليتين تاخد 10، يبقى اذا ال 100 الكليتين اخدت تقريبا 20. انا بضرب لك مثال يا جماعه فور اكزامبل، بس مش ده اللي بيحصل بالظبط ولكن ده مجرد مثال. طب انا لو اخدت ال 100 دولت مره واحده يا دكتور، الكليتين تقول لك لا انت جيت لي بال 100 مره واحده، انا كده كده مش هاخد غير ال 10، انا كده كده مش هاخد غير ال 10. فتقوم الكليتين ال 100 لو انت اخدتهم وانس تقوم الكليتين تاخد التشبع بتاعها 10، ممكن لو زاد شويه تاخد 12 يا راجل، تاخد 13 بس مش هتاخد ال 20. اما لو احنا قسمناهم على مرتين تقوم الكورتكس تاخد نسبه اعلى من اللي انت تاخده ايه؟ از وانس مره واحده في اليوم، لان مره واحده في اليوم النسبه الكليتين بتتشبع بقى الكورتكس بتتشبع بنسبه اقل من المرتين، زائد ان الدواء عندك بيقعد ممكن في الكورتكس فوق ال 100 ساعه، وبالتالي النسبه لو كتيره عندك في الكورتكس بتبقى الكليتين عندك تتدمر، وبالتالي استعمله وانس ديلي. طيب يا دكتور انت قلت لنا موضوع اللي هو اقل في الاطار الجانبيه، طب لو سمحت ازاي هيبقوا في نفس المفعول؟ يا دكتور ده انا احنا لما نقول والله يا دكتور استخدم الدواء ده مرتين او ثلاث مرات بنأكد على المريض لازم ثلاث مرات، خاصه المضادات الحيويه. ليه؟ عشان لو استعملته الصبح، الصبح ده بيعمل لي كفر في الجسم لغايه 8 ساعات، فتيجي بعد 8 ساعات لازم قبل ما نسبه الدواء في الجسم تقل لازم تعمل له جرعه ثانيه عشان تبدا نسبه الدواء عندي تزيد ثاني، عشان يبدا ايه؟ يعمل لي كفر على مدار ال 24 ساعه، وبالتالي يبدا يقتل البكتيريا على مدار ال 24 ساعه. لان لو البكتيريا ما لقتش مضاد حيوي او عملت فاصل في الدم، ما فيش عندك مضاد حيوي في الدم، الامينو جلايكوزايت حطها في ودنك لو سمحت، لو سمحت كده حطها في ودنك. الامينو جلايكوزايت بنسميها ليها بوست
انتيبيوتيك افكت. لها ايه؟ بوست انتيبيوتيك افكت. لها ايه؟ بوست انتيبيوتيك افكت. يعني بوست انتيبيوتيك افكت يا دكتور؟ يعني الوانس دي اللي انا استخدمتها مفعولها بيمتد 24 ساعه، بس خلي بالك مش مفعولها في الجسم. انا لو حللت الجسم بعد ساعتين او 3 ساعات مش هلاقي امينو جلايكوزايدز، ولكن مفعولها كانتي بايوتيك، مفعولها كانتي مايكروبيال، مفعولها كقاتل للبكتيريا. اصل خلي بالك الامينو جلايكوزايدز لما بتروح عندك في الجسم البكتيريا بتمتص منها جزء بيدخل جوه البكتيريا، فانا ابدا احلل دم المريض. لو حللت دم المريض مش هلاقي فيه امينو جلايكوزايد، ولكن ستيل انت لسه في عندك امينو جلايكوزايد داخل البكتيريا، لسه في عندك امينو جلايكوزايد بتاصل على البكتيريا، فعندك امينو جلايكوزايد لسه بتقتل في البكتيريا وشغال على البكتيريا، والبكتيريا عماله بتنضرب من الامينو جلايكوزايد، بتنضرب بالامينو. بوست انتيبيوتيك، بوست 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 انتيبيوتيك افكت. بوست انتيبيوتيك افكت، تمام كده؟ يبقى احنا الامينو جلايكوزايد ده خاص بالامينو جلايكوزايد بس. في كلام عن السيفالوسبورين بس لسه، بس ده خاص واضح جدا في الامينو جلايكوزايد. يبقى انا عندي اول حاجه افويد الهاي ريسك بيشنت، لازم تعود لي الهايدريشن، ليميت الكوميونيتي دوز، افويد النيفروتوكسين، يوز الوانس از وانس ديلي، ما تزودش عن 6 ايام يا دكتور. يبقى اقصى حاجه عندك استعمال الامينو جلايكوزايد 5 ايام. خلي بالك الجينتاميسين الستاندرد دوز بتاعها 3 مللي جرام لكل كيلو جرام از وانس، يعني انا شخص عندي 100 كيلو يبقى هديله 300، 3 لكل كيلو جرام يبقى هديله 300 و300 مره واحده. الكانامايس 15 مللي جرام لكل كيلو جرام، يبقى هديهوله يا جماعه وانس ديلي. الله يخليك، لغايه النهارده في اخطاء كتيره جدا جدا في الامينو جلايكوزايد، وانا كانت جات لي روشته من حوالي 2 سنين. روشته كانت لطفل 3 سنين فيها امينو جلايكوزايد اللي هي الاميكاسين 250 مللي جرام مرتين في اليوم، تمام كده؟ وفيها الدولفين وفيها فين، يبقى بقى دولفين وبروفين وامينو جلايكوزايد، الامينو جلايكوزايد لخلال 7 ايام. طب الروشته ديت فيها كام غلطه؟ اول حاجه المريض لو استعمل الروشته ديت يقينا او بنسبه كبيره جدا هيجي له كدني فيلير. ليه فيها كام غلطه؟ اول حاجه استعمال الامينو جلايكوزايد لازم يكون وانس ديلي. ثاني حاجه استعمال الامينو جلايكوزايد لا يتعدى 6 ايام، انا بستخدمه لغايه 6 ايام وانا حاطط قلبي ايدي على قلبي. الريسك الثالث اللي هو صغير في السن يا جماعه. الريسك الرابع اللي هو بيستعمل معاها مسكنات التي تؤثر على الكليتين، وديت بنسميها اذر نيفروتوكسيك ايجنت، وبالتالي مش هينفع. يبقى بالتالي يا جماعه اتطلبت طبعا على الروشته ديت، وحتى اتصلت بالطبيب، انا بتصل بالطبيب في الحاجات المهمه جدا، اتصلت بالطبيب والطبيب قال لي ده احنا بقى لنا 20 سنه بنشتغل بالطريقه ديت، انت هتعدل ازاي؟ قلت له حضرتك انت شغال 20 سنه غلط، لو انت شغال بالطريقه ديت يبقى شغال 20 سنه غلط. وبدانا نتناقش ونتكلم في موضوع حول روشته. روشته فيها الاميكاسين لمده 7 ايام مرتين في اليوم، فيها البروفين وفيها الدولفين لشخص عنده 3 سنين. روشته فيها اكثر من غلطه، الامينو جلايكوزايد مستعمله مرتين وده غلط، اكثر من 6 ايام ده غلط قاتل، ما يستعملش معاها مسكنات لان المسكنات تعتبر نفروتوكسيك، وبالتالي ما ينفعش اثنين نفروتوكسيك او نفروتوكسيك اذر الامينو جلايكوزايد الاثنين مع بعض ما ينفعش. طيب ناخد الراديو جرافيك عشان اشعه الصبغه ديت مهمه جدا يا شباب. ناخد اشعه الصبغه اللي فاضل، والله جزء رائع يعني خالص. ناخد اشعه الصبغه ونكمل المحاضره كده كده ان شاء الله، هكمل لكم النفرو بالطريقه ديت باذن الرحمن. طيب اشعه الصبغه ديت يا شباب عليها مشكله كبيره جدا جدا جدا. اشعه الصبغه ديت من الحاجات للاسف الشديد ناس كثيره قوي مش بتاخد بالها منها. يعني دايما بيقول ايه احنا هنعمل اشعه صبغه. اشعه الصبغه ايه مشكلتها؟ مشكله اشعه الصبغه ان الطبيب بيحقنك بصبغه. الصبغه ديت عباره عن يود او باريوم. الصبغه ديت عباره عن يود او باريوم. يبدا الطبيب يحقنك باليود والباريوم. ليه بيحقن باليود والباريوم؟ احنا بنسميها كونتراست ميديا. كونتراست ميديا يعني ايه؟ يعني حاجه للايضاح، لان اما احقنك بيود او باريوم الحاجات ديت بتوريني الجسم داخليا ان ديتيلز شكله ايه بالظبط، بشوفه على جهاز الكمبيوتر بالظبط شكلك ايه من جوه. كأن بالظبط
كأن بالظبط لمبة بتنور لك جوه، شمعة كده بالظبط بتنور لك جوه عشان يبدأ يشوف، ما يشوفش ضلمة، يشوف ايه كل حاجة واضحة. فديت بنسميها كونتراست ميديا، اللي هي عبارة عن يود او باريوم ببدأ نحقن بيها المريض. اليود او الباريوم ده بنبدأ نقسم أشعة الصبغة إلى ثلاث أنواع، حاجة بنسميها هايوز مولر، وحاجة بنسميها اوز مولر، وحاجة اسمها ايزوز مولر. بنقسمها تبعا لإيه؟ لكمية اليود اللي داخل الصبغة. يعني هو بيتقسم تبعا لكمية اليود داخل الصبغة. لو كمية اليود عالية جدا جدا بنسميه هايوز مولر، يبقى كمية اليود عالية. لوز مولر كمية اليود أقل شوية، ايزوز مولر يعني كمية اليود أقل حاجة ممكنة، أقل حاجة ممكنة. طيب يا دكتور، احنا اللي تكون الطبيه اعلى، اللي فيها كميه يود اعلى، لانك اللي فيها كميه يود اعلى بالتالي الاثار الجانبيه بتاعتها عاليه جدا جدا جدا. ولكن المشكله ان الايزو الايزو ازمولر غاليه قوي، اما اللو ازمولر ارخص شويه، الهاي ازمولر ارخص حاجه الهاي ازمولر. وبالتالي الناس اللي دايما ايه المعامل او الاطباء او الحاجات دي بيستسهلوا ويدوا الهاي زمولر عشان ما يغليش على المريض، ولكن الهاي زمولر بتدمر لك الكليتين، بتدمر الكليتين، لان اليود اللي موجود في اشعه الصبغه ده يا شباب بيروح عندك للكليتين ويدمرها لك، بمعنى بيدمرها لك، بيروح يضرب على طول التبيوز اللي موجوده في الكليتين، وبيروح يطلع لك حاجه اسمها فري راديكالز. بيروح يطلع لك ايه؟ فري راديكالز. بيروح يطلع لك فري راديكالز. الفري راديكالز ديت يا جماعه المفروض طبيعيا بتحصل. يعني انت عارف يعني ايه فري راديكالز الاول؟ الفري راديكالز دايما بنسمع عن حاجه اسمها انتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت ده عشان يشيل الفري راديكالز. انا هتكلم دلوقتي طبيعيا، طبيعيا سيبك من اشعه الصبغه خالص، سيبك من اشعه الصبغه. طبيعيا لما الانسان بيكبر ويوصل لمرحله الشيخوخه بيطلع عندك كمية فري راديكالز عالية جدا، بيطلع عندك فري راديكالز عالي جدا. هو ايه الفري راديكال؟ الفري راديكالز او الرياكتيف اوكسجين سبيشيز ده هو عبارة عن ايه؟ الفري راديكالز ديت عبارة عن الباي برودكتس اوف اوكسجين، يعني الاكسجين اللي موجود عندك في جسمنا بيتحول الى فري راديكالز، بس بيتحول الى كمية طبيعية. الكمية الطبيعية ديت اصلا احنا بنستخدمها عشان بتحسن السيجنالز بتاعت الجسم وتوصيل الاعصاب والحاجات ديت، تمام كده؟ ولكن لو الكميه ديت زادت عن طبيعي تقوم تضرب الجسم، تضرب الخلايا، وبالاخص الكليتين عندك تنضرب. ايه علاقه ده يا دكتور بشخص بيكبر في السن؟ اما الشخص بيكبر في السن ووصل لمرحله الشيخوخه الخلايا مش بتقدر تمتص كل الفري راديكالز، بل بتزيد عندك الفري راديكالز فتقوم تدمر لك الجسم، عشان تدمر الجسم وخاصه الكليتين. عشان كده كل الشخص لما بيكبر عندك في السن بيقول لك احنا لازم نستخدم حاجه انتي اوكسيدنت، نستخدم حاجه انتي اوكسيدنت عشان تتخلص من الفري راديكلز ديت. لان دي عباره عن الفري راديكلز عباره عن رياكتيف اوكسيدين سبيشيز، ده الاكسجين المجنون، الاكسجين المجنون اللي بيبدا يضرب في الخلايا عندك، وبالتالي الانتي اوكسيدنت يبدا يتخلص عندك من الفري راديكالز ديت. ايه علاقه ده بالصبغه يا دكتور؟ اصل اشعه الصبغه من ضمن الميكانيزمات، اشعه الصبغه من ضمن الميكانيزمات بتاعتها اللي هي بتطلع لك رياكتيف اوكسجين سبيشيز، بتطلع لك فري راديكالز اللي بتبدا تدمر بكميات كبيره جدا، بتبدا تدمر الكليتين، وبتبدا اول ما بتروح للكليتين تعمل لك هايبوتنشن في الكليتين عالي جدا، بتبدا تخلي لك الجسم يسيب نفسه، بيبدا يعمل لي هايبوتنشن، وبتبدا تقلل لك كميه الدم اللي واصله للكليتين، بتدمر الكليتين بكل الطرق بتاعتها، بتدمر الكليتين. مش عاوز ادخل في تفاصيل الميكانيزم، ولكن اشعه الصبغه ديت بتدمر الكليتين، يعني بتدمر الكليتين. انتوا عارفين في حاجه اسمها الميتفورمين؟ عارفين الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج؟ الميتفورمين احفظ الكلمه ديت، هو مش نيفروتوكسيك. الميتفورمين مش نيفروتوكسيك، ولكن لو اتاخد لمريض كليتين، لمريض كليتين بس، مريض كليتين يكون السيرم كليتين 1.7 او اكتر، يعني مريض كليتين في مراحل متقدمه، ممكن يؤدي الى الوفاه، او ممكن يؤدي الى حاجه اسمها اللاكتيك اسيدوزس، واللاكتيك اسيدوزس دي مشاكلها كتيره جدا. عايز تقول ايه؟ لو سمحت ركز في النقطه دي. اللاكتيك اسيد ده يا شباب بيطلع امتى؟ اللاكتيك اسيد لو زاد عندي في الجسم
اللاكتيك اسيد اسمه اسيد اسيد. اما بيزيد اللاكتيك اسيد في الجسم، فاكرين من اول المحاضره ما قلت اسيد بيز بالانس اللي احنا سميناها البي اتش بتاعت الدم تكون مناسبه؟ لان لو البي اتش بتاعتي بقت حمضيه او قاعديه، الانزيمات بتتاثر وبيحصل خلل، والخلل ده بيؤدي الى خلل وبيؤدي الى اورجان دامج. طيب عشان كده لازم نسبه الاسيد في الجسم تكون فيها ايكوليبريم ما بينها وما بين نسبه الايه البيس في الجسم. ممتاز. واللي بيعمل كده الكليتين. عايز اقول ايه؟ عايز اقول لك لو زاد اللاكتيك اسيد 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 يقوم يتحول الدم عندي الى دم حمضي. الدم الحمضي اللي بيتحول ده يا دكتور بيأثر عندك في شكل البي اتش، فبيأثر على الانزيمات، فبيؤدي الى اورجان دامج، وبيؤدي لحاجه اسمها لاكتيك اسيدوز، وبيؤدي الى مشاكل كتيره جدا. ايه علاقه ده بالميتفورمين؟ اصل الميتفورمين لما اخد انا ميتفورمين يا دكتور بيعمل لك حاجه اسمها انهبت لحاجه اسمها الجلوكونيوجينيسيز. حاجه اسمها ايه؟ جلوكونيوجينيسيس. اي حد يكتبها على الشات يا جماعه، جلوكونيوجينيسيس. ايه الجلوكونيوجينيسيس دي يا دكتور؟ اصل الجلوكونيوجينيسيس ديت عمليه تحويل المواد اللا كربوهيدرات الى كربوهيدرات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجسم اوريدي فيه لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده مين اللي بيتخلص منه يا دكتور؟ الكبد. ايوه الكبد بيتخلص من اللاكتيك اسيد. الكبد بيتخلص من اللاكتيك اسيد في عمليه اسمها الجلوكونيوجينيسيس. يبقى تخيل معايا كده، في عندك لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد يقوم الجسم يعمل لك ايه؟ يقوم الكبد يعمل لك ايه؟ يتخلص من اللاكتيك اسيد عمليه اسمها الجلوكونيوجينيسيس ويحوله الى جلوكوز عشان الجسم يستفيد منه. ايه علاقه ده بالميتفورمين؟ قال لك الميتفورمين بيعمل لي انهبت للجلوكونيوجينيسيس، وطالما عمل لك انهبت للجلوكونيوجينيسيس يبقى ادى الى وقف عمليه اللاكتيك اسيد يتحول الى جلوكوز، يبقى وقف عمليه ان الليفر يتخلص من اللاكتيك اسيد، يبقى الميتفورمين هيؤدي الى زياده اللاكتيك اسيد في الجسم. طب ايه المشكله ديت يا دكتور؟ قال لك والله لو زاد اللاكتيك اسيد في الجسم ما عندكش مشكله. امال انت واجع دماغك يا دكتور؟ قال لك اصل اللاكتيك اسيد والليفر عندك مش قادر يتخلص منه، تقوم الكليتين تتخلص منه. تقوم الكليتين تتخلص منه، يبقى اذا لو انا باخد ميتفورمين هيقوم يوقف لي. يبقى انا عندي اللاكتيك اسيد الليفر بيتخلص منه الاول، لو الليفر مش تخلص منه تقوم الكليتين تتخلص منه. تمام؟ طب انا عندي الميتفورمين وقف لي ليفر او هيباتيك جلوكونيوجينيسيس، يعني وقف لي التخلص من اللاكتيك اسيد عن طريق الليفر. لو الكليتين عندي سليمه الكليتين تتخلص من اللاكتيك اسيد وما عنديش فيها مشكله. ولكن المشكله تكمن فين؟ لو الكليتين عندك فيها مشكله، لو الكليتين فيها عندك مشكله وانت بتاخد ميتفورمين هيحصل عندك، هيحصل عندك ان اللاكتيك اسيد عندك هيزيد قوي في الجسم، وبناء عليه طالما اللاكتيك عندك زاد قوي في الجسم هيحصل عندك ايه؟ يحصل عندك اللاكتيك اسيدوز الخطير والمميت. ممتاز. ايه علاقه الميتفورمين يا دكتور باشعه الصبغه؟ اصل انا قلت لك معلومه مهمه جدا عن اشعه الصبغه. انت عارف اشعه الصبغه ديت اما بتاخدها يا دكتور بتعمل ايه؟ لا قدر الله بتوقف لك الكليتين عن العمل. بتوقفهم، بمعنى بتوقفهم، بتوقف الكليتين عن العمل ليومين خمس ايام، بيقفوا عن العمل. الكليتين عندك شغاله بربع شغل، وممكن تؤدي الى فيلير في الكليتين وكدني دامج ان لم يكن في عندك بروكوشن وكرايتيريا معينه هنبدا نتكلم عليها دلوقتي. بس الشاهد ان استعمال اشعه الصبغه هيؤدي الى خلل في الكليتين مؤقت، اقل حاجه يومين، اقل حاجه يومين. عايز تطلع بايه يا دكتور؟ عايز اقول لك قبل المريض ما يروح يعمل اشعه الصبغه لازم تساله انت مريض سكر ولا مش مريض سكر. ممكن ما يكونش مريض سكر اصلا، ولكن انت بتاخد ميتفورمين ولا لا؟ لان الميتفورمين ممكن يتاخد للتخسيس، ممكن يتاخد لتكيس المبايض، ممكن يتاخد للسكر، وبالتالي لازم تساله انت بتاخد جلوكوباج او سيتوباج او اي ميتفورمين موجود ولا لا؟ انت بتاخد ولا لا؟ ليه؟ قال لك لو انت بتاخد ميتفورمين لازم توقفه قبل اشعه الصبغه. لا قبل اشعه الصبغه ليه يا دكتور؟ قال لك لو انت بتاخد ميتفورمين ورحت عملت اشعه الصبغه، الميتفورمين وقف لك الليفر عن عمله للتخلص من اللاكتيك اسيد، واشعه الصبغه وقفت الكليتين
لمدة يومين، وبالتالي الكليتين مش هتتخلص هي كمان من اللاكتيك اسيد، وبناء عليه اللاكتيك اسيد بدأ يحصل عندك ويزيد في الجسم قوي. الزياده اللي في الجسم ديت يا دكتور هتؤدي على طول الى لاكتيك اسيدوزس، وتؤدي الى كوما، وممكن تؤدي الى ديث، وتؤدي الى مشاكل في الريسبيريشن. ديت مشاكل كتيره جدا، يمكن انا شرحتها في الديابيتس، هتؤدي الى مشاكل جدا يا جماعه. وعشان كده لازم النصيحه الاولى اللي تقولها للمريض، لو سمحت وانت رايح تعمل اشعه الصبغه، لو بتاخد ميتفورمين وقف قبل اشعه الصبغه، وما تنفعش ترجع له تاني، ما تنفعش ترجع له تاني الا بعد يومين على الاقل، وتكون عامل السيرم كرياتينين مطمن ان الكرياتين بقت عندك سليم. يبقى انا مش بعد يومين بس هرجع له، لا ده انا بعد يومين هكون عامل السيرم كرياتينين. السيرم كرياتينين عندك في النورمال، هرجع للفورمين. لو لقيت 1.7 او اقل ارجع للميتفورمين، ولكن لو لقيت 1.7 او اكتر استحاله ترجع للميتفورمين. تمام كده؟ يبقى ديت نقطه مهمه جدا 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 لازم. لا مش شرط يوقف قبل التحليل، لو قبل التحليل مباشره ما عنديش مشكله. اهم حاجه بعد التحليل، اقل حاجه، اصل الميتفورمين مفعوله في الجسم مش هيستمر كتير يعني هو اللاينز بتقول لي يوقف للتحليل مباشره، هو عنده خلل في الكليتين، خلل في الكليتين ممكن يوقف قبلها ب 8 ساعات او حاجه، ولكن الميتفورمين يا جماعه مهم جدا، فاحنا نوقفه قبل ما يروح يعمل اشعه الصبغه خلاص. تكون اخر جرعه بياخدها الساعه 8 الصبح مثلا، وهو رايح يعمل العصر مثلا اشعه الصبغه، يوقف بس جرعه الصبح ما ياخدهاش ويروح عادي، اليوم بس اللي هو رايح يعمل فيه اشعه الصبغه. وعلى فكره ديت من ضمن المعلومات اللي انا بقولها دايما للطلاب بتوعي، يا جماعه لو انتم شغالين في مستشفى اكتبوا المعلومات ديت وحطوها، ابعتوها للاطباء، ابعتوها لو انتم عندكم اشعه تحاليل وحاجات من دي، ابعتوها للناس ديت، وامضوا كده اصدر الاكلينيكيين بالمستشفى، لازم يفهموا يا جماعه الحاجات ديت، وشوف البروكوشن والكرايتيريا المعينه وانت بتعمل اشعه الصبغه تعملها ازاي. طيب ايه الريسك فاكتور التي هتؤدي الى دمار الكليتين لو هو رايح يعمل اشعه الصبغه؟ والله لو هو معاه مرض سكر، لو معاه كيدني ديزيز اصلا وهو هتاثر على الكليتين، يبقى انت كده عملت سيناريزم. لو فوليوم ديليشن، لان الفوليوم ديليشن هيؤدي الى خلل في الكليتين. لو الايدج بتاعه 85 سنه، لو هو معاه انيميا، لو هو بياخد نيفروتوكسين مسكنات وحاجات من دي او اي حاجه من ديت، لو استعمل الهاي اوزمولر، هاي اوزمولر ديت اللي هي الرخيصه، يبقى انت يا جماعه لو لك حد قريبك، لك اي مريض انصحه، قول له يا حاج لو سمحت اول حاجه ما تاخدش الهاي اوزمولر، لو انت هتدفع زياده شويه، هتدفع 200 جنيه زياده ولا حاجه، خد الايزو اوزمولر، ما تاخدش الهاي اوزمولر. ولازم تكون مبطل الميتفورمين، ولازم ما تكونش بتاخد مسكنات عشان المسكنات ديت هتاثر عليك، ولازم تكون شارب كويس، تشرب ميه كويس، وما تاخدش واخد ايه دايوريتكس وحاجات من دي عشان ما تقللكش الميه، لان الحاجات دي كلها ريسك فاكتور على الكليتين يا حاج. بل لا، خد بالك من اللي جاي، عشان اللي جاي ده هنختم بيه مهم جدا جدا جدا. خد بالك من ايه؟ خد بالك يا حاج لو سمحت، ده انت قبل ما تعمل اشعه الصبغه، قبل ما تعمل اشعه الصبغه يا حاج لو سمحت، لازم تفهم حاجة كويس قوي. ما هو انيميا يا دكتور محمد، انيميا معناها الاكسجين اللي وصل للكليتين قليل. ما انا قلت لك ليه الانيميا؟ مش قلت لك لو انا اعطيك 1000 جنيه اخدت منهم 500 جنيه، انت هتضربني. اما لو اعطيتك 10 جنيه واخدت منه شيلين، الشيلين انت مش هتحس بيه. فالكليتين بيوصل لها 25% من الدم. فلو ال 25% دول فيهم اكسجين قليل، الكليتين هتتاثر قوي، فالانيميا معناها ان الاكسجين عندك قليل او الدم قليل حسب نوع الانيميا. طيب مش بس كده، ده انت لازم تقول له ايه؟ يبقى احنا هنقول للحاج ده اول حاجه لازم تبطل الميتفورمين، رقم اثنين تبطل اي حاجه بتاثر عليك يا حاج، شوف لو عندك انيميا لازم تعالجها الاول يا حاج. الحاجات دي كلها مهمه يا جماعه، مهمه جدا. ومش بس كده، ده انت لازم تاخد صلاين او صوديوم بايكربونات قبل ما تروح تعمل اشعه الصبغه من 6 الى 12 ساعه عشان تعوض ديبليشن، عشان تعوضني الفوليوم ديشن. ليه؟ لان اصلا اشعه الصبغه بتعمل بوتنشن وبيعمل لي فيجن في قلب الكليتين، عشان ما تبقاش في عندك هايدريشن ياثر لي بالسلب كمان على الكليتين، لازم اللي انت تعمل لي تعوضني الهايدريشن ده يا شباب، عشان ما يبقاش في على الكليتين. فديت نقطة مهمة جدا، يبقى لازم تقول له لازم تاخد محلول ملح
قبل ما تروح تعمل اشعه الصبغه من 6 الى 12 ساعه، قبل ما تروح تعمل اشعه الصبغه ما تاخدش الافويد دايوز اللي هي الايه الدايوريتكس دراج اذر نيفوتوكسيك، ويوز الايز سمولر ويبعد عن الميثفورمين زي ما اتكلمنا. وحاجه كمان خلي بالك، احنا قلنا الاشعه الصبغه ديت بتطلع لك فري راديكلز، الراديكلز هي الاكسجين، عشان كده مهم جدا بداوا يستخدموا في الكلينيكال ترايلز. يقول لك ايه؟ طيب مش هو بيطلع لك راديكلز اكسجين عندك بيدمر عندك الكليتين، طب ما نستخدم اي حاجه انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت زي الاسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي او الان اسيتيل سيستين. وبدات الابحاث تشتغل على النقطتين دولت، وجدوا اللوتيك هايله جدا. الاسكوربيك اسيد بنستخدمه نقول للحاج قبل الاشعه مباشره، قبل الاشعه مباشره احنا هندي لك 3 مللي جرام قبل الاشعه مباشره، يبقى قبل الاشعه مباشره 3 مللي جرام، تمام كده؟ بعد الاشعه مباشره هدي لك 2 مللي جرام صبح وبالليل، يبقى انا هدي له 3 جرام من الاسكوربيك اسيد قبل الاشعه، بعد الاشعه هدي له 2 جرام الصبح و2 جرام بالليل، بس يبقى هو اخد كله 7 جرام من الاسكوربيك اسيد. ليه؟ لان احنا قلنا اشعه الصبغه بتؤدي الى زياده الاكسجين في المعده التي تدمر الكليتين، وبالتالي بنا قللت الكليتين. كذلك الاسيتايل سيستين من الحاجات اللي هي انتي اوكسيدنت، بتطلع لي حاجه اسمها الجلوتاثيون بتحفز بالليفر اللي هو يطلع لي الجلوتاثيون، والجلوتاثيون ده اصلا انتي اوكسيدنت وبالتالي هيخلص من الاكسجين. كل الحاجات دي كلها هتبدا تؤدي الى نفس الايه؟ نفس النتيجه. كده يا شباب احنا خلصنا محاضره النهارده. طيب ناخد اخر حاجه اللي هي الام ار اي. معلش الام ار اي اللي هي اشعه الايه؟ الصبغه الرنين المغناطيسي. قال لك بس نستخدم الرنين المغناطيسي اسهل من اشعه الصبغه. الرنين المغناطيسي بيستخدم ماده اسمها الجادو او بنسميها الجادولينيوم. قال الجادولينيوم ديت يعني احنا الاشعه العاديه او اشعه الصبغه بنستخدم اليود او الباريوم، اما اشعه الرنين اللي هي الام ار اي بنستخدم ايه يا دكتور؟ بنستخدم الجادو لينيوم، تمام كده؟ اللي هو الجادو. قال لك الام ار اي لغايه 2010 كانت هي الاكثر امانا على الكلمتين، ولكن بعد 2010 بدا يظهر حاله غريبه قوي. ايه الحاله دي يا دكتور؟ بدا يظهر الواحد بعد ما عملنا الام ار اي بدا يظهر اعراض عليه غريبه، بس مش مباشره، يعني انا عملت له الام ار اي وبعد يومين ثلاثه اربعه ممكن اسبوعين ممكن 18 يوم بدا يظهر عليه اعراض. اعراض ايه يا دكتور؟ بدا يظهر عليه بيرنينج، حاسس بحرقان في جسمه كله، بدا شويه اتشنج، بدا جسمه بيبدا ياكل نفسه وبدا يخرج جامد جدا، بدا يحصل تورم موجود سولينج عنده في السكن، بدا يحصل عنده نقط في عينيه سبوتس في الايز، وبدا يحصل عندك جوينت ستيفنس، بدا يحصل عندك تصلب في العضلات ومسل ويكنس. الراجل مش قادر خلاص يا جماعه. بل بدأ يحصل عنده المريض ده يدخل في حاجه ثانيه خالص، دي كلها مراحل ورا بعضها. يحصل عندك اورجان دامج، اورجان دامج يعني الكليتين بتاعته بدأوا ينضربوا، يحصل فيها دامج والليفر ينضرب والاسبلين ينضرب والراجل ده مات. الحاله دي اكتشفوها تقريبا 1999 ان لم تخن الذاكره. انا مش فاكر الرقم بالظبط، تقريبا 1900 هو 7 هو حاجه 7 يا اما 1997 يا اما 2007، والله ما انا متذكر لان انا ما راجعتش للمعلومه ديت من السنه اللي فاتت. بدات تظهر الحاله ديت، واول حاله ربطوها بالام ار اي. يعني شخص بعد ما عمل الام ار اي بدا بعد فتره عليه مشاكل خارجيه على جلد، ثم الاورجان دامجز بدات كلها تنضرب والراجل ده مات. قال لك هو ايه اللي حصل؟ قال لك اصل الام ار اي فيها ماده اللي هي الكونتراست ميديا بتاعتي اللي هي حاجه اسمها الجادو، الجادولينيوم. الجادولينيوم ديت ماده زي الزنك يا جماعه واليود والباريوم، ماده زي المواد، بدات تضرب لك الجسم كله وبدات تؤدي لحاجه اسمها نيفروجينيك سيستيك فايبروسيس. يعني نيفروجينيك يعني حاجات يا جماعه تبع للايه؟ للكليتين، ادت الى سيستيك فايبروسيس، عمل فايبروسيس للجسم كله وادى الى خلل الجسم كله. كده احنا خلصنا الاشعه، فاضل لنا اللي هو ازاي المسكنات بتاثر على الكليتين والاي سي انهبيتور والاربس بتاثر على الكليتين. ده يا جماعه هناخده المحاضره الجايه ان شاء الله، اللي هنبدا بيه في المحاضره الجايه باذن الرحمن. اتمنى ان المحاضره النهارده تكون عجبتكم باذن الرحمن، وكل سنه وانتم طيبين. اعذروني
يعني الحمد لله رب العالمين، من ربنا العالم بالواحد يعني، ولكن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، واتمنى ان انتوا تدعوا لي، يا ريت يعني تدعوا لي. بس يعني اللي انا محتاج منكم دعوات في يعني لمده يومين، بس لمده يومين ان شاء الله. واي حاجه انا تحت امركم يا شباب. الاكونت بتاعي اللي هو اول حاجه في الاول خالص ده، ممكن لو عاوزين تعمل لي مثلا متابعه ولا حاجه، موجود عندك الاكونت، ممكن تضيفنا على الواتساب، نفس الرقم بتاع الواتساب يا شباب موجود اللي هو في اول سلايد يا جماعه. جزاكم الله خير يا بتوعين، جزاكم الله خير كلكم، انتوا كلكم كراس، انتوا كلكم اساتذه بتوعي، جزاكم الله خير جميعا. اتمنى النهارده ان المحاضره تكون نالت اعجابكم ان شاء الله. ان شاء الله المحاضره الجايه هتكون محاضره رائعه باذن الرحمن، لان انا بحب الجزء اللي جاي اكتر من اللي فات، يعني انا بحب الجزء اللي جاي اكتر من اللي فات، اللي هو اكتر كلينيكال. ولكن نصيحتي اليك، خد اي معلومه يا شباب لو سمحت خدها بطريقه الاستيك شويه، خدها بطريقه تكون بكرايتيريا صحيحه، بس خدها بطريقه الاستيك. سيبك بقى، ابعد عن شغل الاكاديميك شويه، والمعلومه تاخدها في الاتجاه ده بس، طالما المعلومه صحيحه حطها في الاتجاه. انا والله لسه مش عارف المحاضره الجايه هتكون امتى، خلينا مع بعض، لان انا دايما مش فاضي لا اثنين ولا خميس، لان انا عندي مجموعات البورد، شغل برضو في البورد في شهر رمضان اونلاين، شغال معاهم الاثنين والخميس، فالاثنين والخميس ده مش فاضي نهائيا. ان شاء الله نختار يوم ثلاث ولا حاجه في رمضان، برضو هيكون لي يعني ليا معاكم محاضره كمان في رمضان ان شاء الله. يا ريت يا شباب، حاجه مهمه جدا، تابعوا الستاتس اللي انا كاتبها عن الصيام في رمضان، مهم جدا. ازاي مريض السكر يصوم، مريض الضغط ازاي يصوم، الادويه ازاي ياخدها، مريض القلب، كل الحاجات دي كلها يا جماعه انا كتبتها يا جماعه على الفيس، حوالي 15 او 16 بوست مهمين جدا جدا جدا. وفي محاضرتين على اليوتيوب دولت نزلتهم مجانا يا جماعه، كيفيه الصيام في رمضان. المحاضرات يا جماعه مهمه جدا، المحاضرات مهمه جدا، موجوده على اليوتيوب يا جماعه، اتفرجوا عليها مهم جدا. شكرا لكم جماعه، وشكرا للرائع محمد ياسين معكم على الفيس يا جماعه، وجزاكم الله خير، وشكرا لحضراتكم، شكرا شكرا.